السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة لفعاليات معرض فن التدوير الدولي تدوير الذي تنظمه لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص في الساحة الغربية بسوق واقف، والذي يستمر حتى 29 من فبراير الجاري بمشاركة 30 فنانا من دول مختلفة إلى جانب فنانين قطريين ومقيمين يعرضون حوالي 280 عملا فنيا. نعم يا خالد، أول شيء مسي عليك بالخير. شكرا بالنور. ومسي على مشاهدينا. ثقافة التدوير باتت ظاهرة حضارية تعكس وعي المجتمعات وحرصها على حماية بيئتها وحماية مواردها. فكيف إذا تحولت عملية التدوير إلى نتاج فني إبداعي يبهر الأبصار ويجعل من الخردة تحفة لا يمكن أن تتوقعها يا خالد؟ نعم يا سلطان، هذا ما ننتظركم في معرض فن التدوير الدولي في سوق واقف، وهذا ما نحرص على نقله لكم من خلال شاشة قناة الريان، خاصة أننا دبائنا متواجدين في أروقة المعرض لتعيشوا معهم الأجواء لحظة بلحظة. نعم يا خالد، وفي البداية تفضل حضرة صاحب السمو والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة وضع حجر الأساس لمشروع مجمع رأس لفان للبتروكيماويات بمدينة رأس لفان الصناعية صباح اليوم. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة وضع حجر الأساس لمشروع مجمع رأس لفان للبتروكيماويات بمدينة رأس لفان الصناعية. وألقى سعادة السيد سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة كلمة بهذه المناسبة. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسادة الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من شركاء قطر للطاقة وضيوف الحفل. ويعد مجمع رأس لفان للبتروكيماويات واحدا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، حيث سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا. المشروع هذا بدأ بأن لما احنا أعلننا أن راح يكون في زيادة في الإنتاج بالنسبة لحقل الشمال اللي هو تطوير حقل الشمال الشرقي والجنوبي، أصبح أن في إمكانية لاستخلاص الإيثين، والإيثين هي المادة اللقيم لهذا المصنع أو لمثل هذه الصناعة. في السابق إحنا في الغاز المسال، مشاريع الغاز المسال كلها لم نستخلص الإيثين، في هذا المشروع في استخلاص للإيثين، فاستعمال هذا الإيثين بالطريقة الأمثل هو أن استعمال البتروكيماويات مثل هذا المصنع. لما أخذنا قرار التوسعة واستخلاص الإيثين أخذنا قرار بمشروع البتروكيماويات هذا. نعم مشاهدينا الكرام، وبالعودة إلى تغطيتنا لمعرض فن التدوير الدولي في سوق واقف، ننتقل الآن مباشرة إلى نديب قناة الريان مشعل حسن. مشعل تفضل، كلمة عندك. أولا أمسي على زملائي بالاستديو وأمسي عليكم أيضا السادة المشاهدين، ونعم أعزائي المشاهدين موجودين إحنا في فن التدوير، هذا المكان الرائع والمدهش واللي يحمل لدينا اتجاهه الكثير من التساؤلات، وهني يكمن الإبداع صراحة. هذا المعرض نفس ما تحدثنا بالأمس أنه ينقسم إلى ثلاث أقسام أو ثلاث خيم، وكل خيمة فيها نوع معين في قطع فنية معينة سواء من الخشب أو من الحديد أو المعدن بالأصح، والأخرى تكون من الورق. وصراحة كل ما تروح في مكان تتعجب من الإبداع اللي موجود في هذه القطع، نفس ما تشوفون القطع اللي موجودة بالخلف من الحيوانات هذه اللي قاعد تشوفونها أمامكم، سواء النمر اللي أمامكم أو الفيلة أو الأسد أو الأشكال هذه الغريبة اللي أنت تتعجب شلون أساسا تم تجميع القطع هذه وتشكيلها بالشكل هذا. ولكن لنتحدث أكثر عن هذا الإبداع وهذا الفن، يسعدنا أن يكون معي الفنانة تانيا من كندا، ونقول good evening.
Good evening. How are you? I'm fantastic. How are you? Today we have a lot of questions for you. Excellent. I'm here to answer them. Very nice. Like, how do you imagine this piece of art? How do you make it? Well, it's, usually there's a single piece which serves as inspiration. مثلا هذه العصا هي تشبه الفيل وهذه قطعة واحدة وعندما أرى خرطوم الفيل أتطلع إلى بناء قطعة أخرى أيضا قريبة قد تكون مثل هذه قد تكون لحيوان آخر أو لشيء آخر إذا بدأت بقطعة واحدة دائما هي تبدأ البداية من هناك هي عبارة عن لغز بدأت بالخطوة الأولى تكمل ذلك إذا مثلا تطلع إلى السماء كأنك تنظرين إلى السماء وتتأملين ثم بعد ذلك تأتيك الفكرة وتأتي إلى أفكار وتخيلات أخرى ماذا عن هذه القطعة الفنية؟ ماذا تريد أن تعرف عنها؟ ماذا تحبي فيها؟ ماذا تحبين فيها؟ بالنسبة لي الشيء المهم هي أنها تبدو كأنها حية فيها روح كأنها كائنات بشرية لأن هذه القطع هي جزء من كائن حي وهي الشجرة عندما ماتت الشجرة بدأنا نرى فيها حياة جديدة وعندما بدأت مع هذا العمل بدأت تنمو من جديد حسب تخيلي وكأنها حية من جديد وأيضا هناك طفل فلان جاء إلي ذات يوم وقال لي هل هذه الكائنة والشجرة ميتة أم هذا الحيوان حي أم غير حي قلت حسب رأيي هو حي تحدثت لك عن هذه القطعة هل رأيت هذا في السيرك؟ نعم لدي ميزة أخرى بأن هؤلاء الناس أحبوها أكثر من غيرها وهذا يعطيني ميزة وأشعر بأنني قادر على فعل هذه الأشياء الصعبة طبعا أستاذ المشاهدين الناس ما تشوفون هذا الشكل هذا ربما هي عبارة عن امرأة ماسكة القوس والسهم بريولها أوكي أنا شفت هالمشهد هذا في السيرك قبل كان الفتاة صينية she was a Chinese yeah اي اوكي امراه صينيه نفس ما تشوفون الساده المشاهدين كانت واقفه على ريولها والشيء العجيب قالت لي she was a have good aim yes yes i mean that's really impressive that anyone any human can do نعم اي انسان قد يستطيع ان يفعل ذلك كهدف له وهو نوع من الاحتفال بما هو ممكن وتحويل المستحيل الى ممكن ايضا ويدل على قدره الانسان وهو يشهد بذلك also falcons لديك الصقور أيضا أتوقع نعم لدي كثير من الطيور هنا في الواقع نعم في قطر هذه الصقور مهمة نحن نعرف ذلك وذلك في قطر إذا كنتم مهتمين بأن يكون لديكم ما يشبه الجمل أو يشبه الناقة أو يشبه الطيور أنا مستعد لمساعدتي في ذلك تبدو كأنها حقيقية خاصة في العيون نعم العيون مهمة جدا هل أريك وأري الجمهور أيضا أري المشاهدين أشياء أخرى إذا صورت وضعت الكاميرا على الأعين ترى ستلاحظ كأنه ينظر إليك المشاهدين نفس ما تشوفون قدامكم العيون تلحقكم وين ما تروحون يمين يسار فالعيون صراحة فيها إبداع كبير نفس ما تشوفون قدامكم نعم هي كأنها تتبعك وجيد أن ترى الناس وتنظر وتتفاجأ وربما تشعر بالخوف بأنه فعلا ينظر إليك وكأنه على قيد الحياة وبالتالي يجب أن تكون حذرا أحيانا عندما تنظر إلى هذه الكائنات أيضا تلك القطعة الفنية الرائعة وحول مشاركة هذا مشاركتك في هذا العرض وربما شاركت في أشياء أخرى ماذا وجدت أشياء مهمة أولا يجب أن تروا المعرض شخصيا وليس فقط التحدث أو في التلفزيون أنا أؤمن بالإبداع وأؤمن بكل الابتكارات هي فيها أشياء يثير الانطباع في الواقع هؤلاء الفنانون أيضا رائعون يقومون بأشياء غريبة جدا
شكرا جزيلا تانيا. شكرا لك. شكرا مشعل. نعم اعزائي المشاهدين، نفس ما شفتوا هذه جولتنا هنا في الخيمه اللي خاصه بتدوير الخشب. نفس ما تشوفون ايضا صراحه انا كل ما عيني تطيح على شيء ودي اني اعرضه، لان من بعيد يبين كانه قطعه واحده، لكن هذا مكون من مئات القطع. نفس ما تشوفون هذا الحصان اللي قد تكون قيمته تفوق ال 100,000، يعني اشكال جميله، اشكال رائعه. اتمنى ان تزورون هذا المكان وتستمتعون فيه اكثر واكثر. ولكن مصورنا خلي المشاهدين يشوفوني حاليا هذا اللي كان عندي الحين، ونرجع للاستديو. شكرا لك مشعل، وشفنا جانب من المعرض مشاهدينا الكرام. وهذا الفن، فن التدوير، احنا نصنع شيء من لا شيء، ولا يقتصر فن اعاده التدوير على البلاستيك او المعادن فقط، وانما يحتل الورق جزءا كبيرا من هذا الفن الذي له عشاقه ومبدعيه الذين يطلقون العنان لمخيلتهم لتحويل ورقه مسطحه الى قطعه فنيه جذابه. صنع شيء من لا شيء، شعار يرفعه فنانو إعادة تدوير الورق الذي يحولونه بعد عدة طيات إلى أعمال فنية زاهية الألوان والأشكال، ليكشفوا عن إبداعاتهم في فن الابتكار. نعم يا خالد، وللحديث عن مشاركته في معرض تدوير، يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الفنان الأمريكي المختص في إعادة التدوير الورق، السيد فيليكس سامبر. Good evening Mr. Felix. Hi, good evening. Very, very happy to be here. Yeah. احنا ايضا سعيدين لوجودك هنا مستر فيليكس. لو في البداية احنا نرحب فيك، وسعيدين جدا بوجودك انت في الدوحة معنا في معرض فن التدوير. لو تحدثنا عن انطباعك عن الدوحة، سوق واقف، وما الامور اللي جذبت انتباهك في الزيارة حتى الان؟ You know, I was very impressed when I came to Doha. شعرت بالانطباع الجيد عندما أتيت إلى دوحة. كثير من الأشياء وجدت هناك كأس العالم طبعاً الذي بدأ في وقت سابق، وهناك الناس الودودون والكل لطيف معنا ويرحبون بنا جميعاً ويسعدنا أن نكون هنا. إيش اللي لفت انتباهك في سوق واقف أو في الدوحة بصفة عامة لحد الآن؟ You know, في الواقع أنا أحب الناحية الفنية والمعمارية، وكذلك كيف تجمعون وتخلطون بين الثقافة والتراث والحداثة في هذه المدينة. ثم هناك المباني الجميلة، ثم هناك كما قلت هندسة معمارية جيدة رائعة، وهذا يعطيني مزيد من الأمل. وأعتقد أن هذا موجود، وجمال المنظر العام، الناس، الماء، الطعام، وكل شيء أحببته في الواقع. مستر فيليكس، حدثنا عن حرصك على المشاركة في المعرض، وما الأمور التي جذبتك إلى الدوحة؟ السبب الذي جعلني أنجذب واستخدم الدوحة، أنا أحب طبعاً أنا أحب الثقافة بشكل عام، وأحب الناس، الناس رائعون دائماً. حتى الآن الطقس أيضاً هناك حرارة، ولكن حالياً لا يوجد حرارة، وهناك الثقافة التي أحبها بشكل عام. حدثنا عن سيرتك الذاتية الفنية، وكيف بدأ شغفك في إعادة تدوير الورق؟ في الواقع بدأت بإيجاد الأشكال والمنحوتات على الورق عندما كنت شابا وتركت بالمدرسة، وقطعت ورقة ورأيت الورقة تختلف عندما قطعتها بالمقص، وهذه كانت بداية الفكرة لأجعل أشياء التفت الورق على بعضها وأعطتني أشياء وأشكال جميلة. وبعد ذلك بدأت وقطع تلك الكتلة من الأوراق والمنحوتة، وكانت من المادة الصلبة، وهي كانت فعليا من الورق، كنا نتوقع أنها كانت من الحجارة. لذلك طورت هذا الأسلوب وطورت وانتقلت إلى الأمام، وكان ذلك بعد أن رأيت الابتسامات على وجوه الناس. احنا سعيدين جدا بوجودك معنا مستر فيليكس، لكن احنا نتكلم عن فن التدوير. يمكن انت تخصصت في الورق، ولكن هناك البلاستيك، هناك الحديد واشياء اخرى. ما اللي جذبك للورق اكثر؟
ما الذي استقطبني وجلبني إلى الورق بالذات؟ طبعا معظم أوراقي معظم أعمالي هي تدوير الورق. السبب هنا نحن نعيش في بيئة حاليا يجب أن نعتني بكل الموارد المتاحة لنا، وإذا قطعت الشجرة فهناك كثير من الأشياء في الشجرة تستطيع تدويرها. نريد أن نعيد هذه الأشياء المهدورة إلى الكوكب الجديد. مستر فليكس، يعني إحنا نتكلم عن رسالة أخرى أيضا في فن التدوير، وهو الحفاظ على البيئة أيضا واستغلال كل الموارد. نعم نعم، هذا هو صحيح. نعم، هذا هي مهمتي الآن، لأن أرى الكوكب يتعافى من جديد دائما. نعم فليكس، لو نشوف هذه الأغراض ونسلط الضوء على الأعمال اللي مشارك فيها وعلى التصميمات اللي تتبعها، وما هي الألوان اللي أنت تحب دائما تحطها في هذه في عدد التدوير؟ كما تعرف، سبب اختياري هذه الأشياء في الواقع هي أنها أشياء معتادة لنا يوميا نراها، ونراها في ثقافتنا، وهناك أشياء نعيشها. مثلا أن يكون هناك قطعة مثل هذه. هذه مستر فليكس مصنوعة من الورق. This is made of paper. هذه مصنوعة من الورق. نعم. For example, the handbag. مثلا الحقيبة اليد هذه. And also the sandwich. نعم. أنا في الواقع أستخدم أشياء موجودة حولي، تراها وتجدها حولك أينما ذهبت. أنيقة وشكلها جميل يعني، وأبدعت في عمل هذه التحفة. نعم، احنا نتكلم مستر فليكس. احنا نتكلم مستر فليكس عن ايش الخطوات اللي انت تتبعها عند اعادة تدوير الورق؟ يعني هل هناك مثلا عادة تحرص عليها في العمل؟ نعم، عندما أشتري الورق مثلا العادي من أجل تدويره، ثم هناك الصمغ أو المادة اللاصقة، وثم أبحث في الحديقة حولي إلى بعض الأشياء الصغيرة المهملة أو الملقاة هناك، وأحاول أن أجمعها مع بعضها. نعم، ما هي التحديات التي تواجهها في إعادة التدوير؟ في الواقع التحديات الرئيسية في التدوير هنا هو أن تحصل على قبول الناس بالعمل الذي تنتجه وتقوم بعمله، وأن يكون ذلك مستمرا. نعم، لو أنت كلم مستر فليكس عن الرسائل اللي أنت تحب أنك أنت توصلها من خلال هذا الفن للمجتمع، وهل أنت ترى أن هذه الرسائل تصل إلى المتلقين؟ نعم، أعتقد أنهم سيتلقون هذه الرسائل، وأنا أحاول أن أعرض شيئا هنا، أشياء يمكن أن نستخدمها، موارد جديدة وأخذناها من موارد قديمة وفيها متعة. مثلا فن النحت دائما شكل، وتصنع الأشياء توحي لك بأشياء أخرى قد تعشقها في المرحلة بعد ذلك. الأداء، الأطفال يحبون أشياء جديدة جميلة مصنوعة من أشياء غريبة، وعندما يفتحوها بعضها لها روائح خاصة بها. نعم فليكس، هل تعتقد أن الأجيال الشابة في الوقت الحالي لديها الوعي الكافي بأهمية إعادة التدوير؟ نعم، أنا أوافق معك تماما. هذا الجيل واعي من التدوير أكثر من ذي قبل. طبعا القصة هي أن هناك مدارس وكثير من الأشخاص يتحدثون عن هذا الشيء الآن، وهذا الجيل الجديد سوف يقودون الطريق في المستقبل في هذا الأمر. نعم، احنا نتكلم عن الوعي بالبيئة وأيضا في إعادة التدوير والحفاظ على البيئة أيضا. لو نتكلم عن التغيرات المناخية، البيئة، هل لعبت دور في هذا الفن؟ التغير المناخي في الواقع هو يحدث، ونحن نعرف أن هناك تركيز حاليا على إعادة التدوير، وهذا ربما يساعد في مواجهة التغير المناخي. لا أعرف المستوى الذي قد نصل إليه، ولكن هذه طريقتي في إعادة الأشياء. فليكس، ما هي الفلسفة التي تتبعها في إنتاج أعمالك الفنية، أو المبادئ التي تؤمن بها؟
فلسفتي في هذا العمل في الواقع هو أن يكون هناك شيء أصنعه وأحبه، وكفنان دائما يكون لك إلهام يأتي من مما حولك. تعود إلى البيت ومن هذا البلد مثلا لا أعرف ما الذي سأصنعه. من بدأت؟ كم كان عمرك؟ أو قبل كم سنة أنت بدأت في عمل هذه الفن الجميل اللي تقدمه؟ وما هو يعني خطتك المستقبلية؟ أنا بدأت في الواقع، أنا ولدت وأنا أحب أن أكون فنانا في الواقع، وكان لدي موهبة في هذا الفن، ولنقل أنني بدأت في الطفولة، وخطتي للمستقبل أن أتابع عملي وأن أدخل في معتركات جديدة في هذا الفن الجميل، وأن يكون هناك إتاحة للجميع ليراها في هذا الفن الذي أقوم به، وربما الكمبيوتر قد يتدخل لاحقا. احنا مستر فيليكس لاحظنا ان اعمالك الفنيه هي بالورق وبنفس الاسلوب تسحب وتبين يبين الاختلاف، هل هذا دائما اسلوبك في هذا الفن؟ وهل جربت اشياء اخرى من مواد مختلفه غير الورق؟ نعم، أنا أعمل في الواقع مع الأخشاب وتدوير الخشب، ولدي مثلا طاولة كبيرة في الاستوديو، ولكن أريد أن أصنع الأشياء من أرجل الطاولة ثم أقوم بقصها من جديد وتحويلها، وثم أضع الدهان والطلاء على بعض الأجزاء بحيث تبدو كأنها منحوتة جميلة بالأرجل، وكلها تدوير. يعني احنا مستر فيليكس نبي نوضح للمشاهد أو للجمهور أن إعادة التدوير أيضا هو فن نفس الرسم، فيجب يتطلب موهبة أكيد. كيف نسقل وكيف نسقل هذه الموهبة؟ نعم، إعادة التدوير يحتاج إلى موهبة، وهو طريق المستقبل لنقول. والموهبة لدي في الواقع كانت شيء مهم يمكن أن تعززها، ولكن يجب أن تكون مولودة معك أصلا وتعمل أكثر من مجرد الموهبة. مثلا هناك طلبة يتدربون على الفنون، ونقول لهم خذوا منا ما تستطيعون وزيدوا على مواهبكم، وهناك كانت كبيرة. نعم. كم المدة الزمنية لعمل نفس هذه الشنطة على سبيل المثال، وقل لنا عن أطول عمل عملته يعني من المدة الزمنية. هذه الحقيبة ربما أخذت مني أسبوعين لنحتها، هناك 700 ورقة قمت باستخدامها. أيضا أعمل مع الصور، لنقول كل شيء أراه بالصورة أبدأ بنحته وقصه وقطعه وترتيب الأجزاء المختلفة، وبعضهم يقول هذا ربما تمساح قمت بخلقه. هذا ما نرى مستر فيليكس، يعني نرى شنطة متكاملة جلدية، يعني يمكن سلطانة يوم سحبتها مساعة بينت أنها هي ورق، والله يعني يركز عليها يركز عليها المخرج بس وجلد. ايوه شوفوها الحين قدامكم جلد الكرام، جلد من الجمع. هذا سلطان شلون تبين؟ شوف 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 هذه تبين الحين قدامنا جلد، ركز عليها بس المخرج. مخرج لو تشيك شوف 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 شوف، يعني هذا بس اللي بنوضحه للمشاهدين. شوف ان هي اصلا من ورق. شوف 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 لين ترتفع لين متر تقريبا، هي ورق. ها واول ما تشوفها تحس يعني من الجنب تشوف فخامتها. ها خالد yes. خالد نعم. تشوفها نفس وهذا ايضا this also yeah it's definitely real and نعم. يعني هذا عندي انا كتمثال، هي تبدو لي كتمثال. نعم هي تشبه الدب الصغير ولكنها من الورق في الواقع، هي ورق من الأعلى حتى الأسفل كلها ورق. هذه حقيقة يعني تفاجأ البعض. شيء مدهش صح. نعم مفاجأة، يعني نراه كأنه تمثال أو شيء منحوت، ولكن في النهاية هو من الورق مستر فيليكس. نعم من الورق فقط، وكثير من الناس في العالم يرون أعمالي وفي الصين ودول أخرى، وما يحبون في هذا العمل أنه يضعونها في منازلهم ويعرضوها على الضيوف، والضيوف يندهشون نعم. من ذلك. نعم فيليكس، هل ممكن أن نرى مجسم من سوق واقف معمول بالورق؟ I say maybe
we can see that one art like سوق واقف يشبه سوق واقف. نعم انا افكر بمثل هذا. هو نعم هناك اشياء نجسد الفن المعماري القطري في احد اعمالك. Absolutely, yes. نعم بالتأكيد نعم أنا أفكر بذلك. الهندسة المعمارية أو العمارة هذه أنا أحبها وكثير من الأشياء رسمت عليها في المباني في الصين. مستر فيليكس احنا مستمتعين باللقاء معك مستمتعين جدا وهذا الفن يعني مثير للفضول. أبغي أعرف هل أنت شاركت في معارض أخرى وأين تحرص تشارك في مثل في بفنك هذا وين تشارك في أي معارض؟ All over the world, yes. في كل العالم. I did an exhibition in China. I was invited by Shanghai, and I did a pants building, which is a famous building. هناك مباني طويلة قم بالرسم عليها أحيانا على الجدران وكذلك أظهر في الأخبار وهناك كثير من الناس ونأمل أن الجميع يأتي إلى هذا المرض. I did last year a show in وفي العام الماضي قمت معرض في أبو ظبي في سبع قطع وكذا قبل ذلك في السعودية لذلك نعم. قمت جميل هذا جميل جدا من نعم. كلمة أخيرة توجهها لزوار المعرض. فاني what would you like to say what yeah. one award you want to send it for the you want a message to send it for the our viewers. Well, أنا أريد أن أقول للمشاهدين بأنني أأمل أن يحصلوا على ما يريدونه ويدوروا الأشياء ويعملوها بأشياء منتجة ومفيدة من جديد وتكون فيها فن ويمكن أن تأتوا إلى هنا وتستمتعوا بما نعرضه هنا من فنون ومواهب في هذا المعرض ويمكن أن نقوم بذلك على الملأ. مستر فيليكس سامبر we are glad that we have you here in the studio الريان channel. And we are very happy for showing all the people that you're artists and amazing artists. Thank you and good luck for the future. شكرا شكرا مستر فيليكس شكرا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير مستمر معاكم بنطلع فاصل قصير وراجع لكم لا تروحون بعيد. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل لنكمل ما تبقى من حلقه الليله والفن التشكيلي لان الفن رساله عميقه وراقيه ولان الفنان شخص مسؤول يحمل على عاتقه هموم المجتمع ويعبر عنها من خلال اعماله الفنيه بطريقه ابداعيه فهو ايضا جزء لا يتجزا من البيئه والداعم الحقيقي للبيئه ولكل عناصر الجمال من حوله يا خالد. نعم سلطان لطالما كان للخزاف دور في هذا الجانب المتعلق بفنون إعادة التدوير وعلى ذلك يسعدنا أن نلتقي بالخزاف طلال القاسمي الذي ارتبط اسمه بأعمال رائعة كثيرة. مرحبا وسهلا بك أبو عبد الرحمن. يا مرحبا. احنا ضيوفك ترى أنت يعني أنت موجود في مقركم في سوق واقف. الله يسلمك يعطيك العافية. وإحنا ضيوفكم. يا مرحبا وغلا. في البداية أبو عبد الرحمن أنت يعني كخزاف نبي نعرف يعني إمكانية إعادة استخدام المواد المستخدمة في الخزف. أوكي هو المادة الأساسية بالخزف هي الطين. وأنا متعود عليها خلال خبرتي 28 سنة.
ما شاء الله. بس الجماعة هنا يوم قالوا له احنا عندنا معرض اللي هو التدوير، نبيك تطرح لنا فكرة جديدة وغريبة شوية. فقلت لهم شنو المواد اللي متوفرة حاليا اللي راح تكون مشاركة في المعرض؟ قالوا حديد والخشب والكرتون ومشتقات الورق. قلت لهم خلاص خلونا على الورق والكرتون، انا اقدر اتحكم فيه، لان المرة اللي فاتت يوم معرض سكراب اشتغلت على الحديد وكان شوي فيه صعوبة وانك تتحكم فيه وكيف تطاوع الحديد وتشكل فيه، فكنت مشكل فيه عبارة عن شكل ديج. هالمرة قلت لا خلينا نروح مادة خفيفة سهلة اقدر استخدمها ويعني اتحكم فيها. فبدأت اخذ اللي هو الكرتون واوظف فيه فكرة من نفس الاحساس الخزفي، بحيث انه ما ابتعد عن الخزف، والله بس المادة اللي تختلف بدال طين كرتون. نعم، احنا نتكلم عبد الرحمن عن لو يعطينا المخرج بس هي تتكلم عن هذه. اي صح، هذه القطعة. هذه ايش تعتبر؟ هذه مزهرية. مزهرية نقول احنا فازة. لكن لها قصة. اي نعم. لها قصة عميقة. اي نعم. ودنا تقول لنا قصتها. ان شاء الله. انا من النوع اللي اي شيء مثلا ما ارميه ايام مع عندي، مثل هالكراتين الله يسلمك، هي كراتين ادوية الوالدة الله يحفظها ويشفيها. الله يشفيها يا رب. اللي هو بروتين ما بروتين، فايمعهم. منها استفيد حق نقل الاغراض، اخزن فيها الاغراض ويجيها يوم. فسبحان الله الجماعه يوم كلموني قالوا لي هالموضوع، قلت لهم خلاص انا عندي كوارتين الدنيا والدين، خلينا نشتغل فيها. وسبحان الله بدات تطلع معي الفكره، يعني الفكره بحد ذاتها ياخذ لها يوم يومين ثلاث ايام، بس عشان انا اربط الفكره بموضوعي ومجالي الخاص اللي هو السيراميك والخزف، فبديت اشتغل على اني اكون شكل اللي هو المزهرية من خلال الكرتون. نعم، احنا نشوف الكرتون الان بعبد الرحمن. اي نعم. حتى لاحظ في بعض الكرتون ما صبغته، ما غيرت فيه شيء. للحين هذه يعني حتى في استكارات موجودة على الكرتون. اي نعم. أي نعم. ما شلتها انت. للحين انا مخلي انها ادوية، يعني كراتين ادوية او كراتين عليك نور. بروتين يعني. اي نعم. وترى ما ضايف لها جمال يعني. اي، فهذه المرحلة الحين هي تعتبر مرحلة اولية، تشكيل الهيكل الداخلي، ومن ثم راح ان شاء الله من خلال وجودي هنا مع المهرجان راح اشتغل قدام الجمهور. بحكم اني انا واحد من الفنانين اللي لازم اثبت جدارتي في هذا المجال، وراح اشتغل عليها شغل متطور اكثر، بحيث اني اسوي واجهه السوق واقف، المباني داير ما داير بشكل احساس كله من الكرتون فقط، ما ادخل اي مواد او عناصر اخرى. طلال يا اخي لو تقول لنا عن تجاربك في عالم التدوير، يعني ما شاء الله احنا نشوف هاي تجربه جميله. أين. وعندك فكره يعني اللي سوق واقف، نبي نتكلم شلون يعني، حدثنا عن تجاربك واصعب مرحله مريت فيها. هي المراحل كثيرة يعني الواحد يمر منها يعني، بس التجارب يعني من خلال البحث، من خلال الدراسات، من خلال الاكتشاف، عرفت شلون؟ أنا من النوع اللي ما أقعد، مثل ما قلت حق أخوي إنه دائما أنا أختفي عن الساحة، حتى ما يطلع في لقاءات إعلامية لأنه مشغول، ما يقعد دائما أمانة لأن عالمي الخاص. يعني زيد صدمك احنا في قناة الريان الحين، والله عشانكم. الله يجزاك الله يجزاك الناس ما قصرتوا. الله يجزاك الله يرحمك. فلازم نلبي الدعوة هذه، والأمانة نحب نطرح لكم اللي ايش من ابداعات عندنا موجودة. فمثل ما ذكرت ان فكرة ان احنا كيف ندور الاشياء او نستفيد من عندها، دائما الانسان عنده نوع من الابداع، فاذا استغل الابداع بالمواد المحيطة اللي حواليه يقدر يطلع منها خلالها أفكار وإبداعات كثيرة. مو بالضرورة لازم أخذ حاجة موجودة في المكتبة، نقدر نستغل الأشياء اللي هي خلاص بترمي نحولها، فنقطع عليها مشوار أنها ترمي للنفايات، نسوي لها عادة تدوير وتطويرها إلى شكل جمالي. نعم عبد الرحمن، نقطة هذه اللي نقلتها الحين. أي نعم. أنت قلت نقطة مهمة، مو بشرط انا اشتريها من المكتبه. اي نعم. يعني انا اشتري مواد جديده واحولها حق اشكال اخرى، لكن نعم. تتكلم عن اشياء اصلا راح تنرمي. حلو. زين، انا هذه الاشياء اللي راح تنرمي انا قاعد اعيدها واسويها، مثل ما انت سويت الحين من كراتين ادويه الوالده. اي سويت هذه المزهريه. نعم. انا ابغي نوصل للمشاهد ان هذا اصلا فن بحد ذاته، نفس فن الرسم، نفس فن النحت، نفس يعني هو فن يحتاج الى هوايه وموهبه ايضا. فعلا، ومو بس موهبة، يحتاج لها نوع من الإخراج، معالجة الشيء اللي هو احنا نقول قبيح إلى جمال، يعني شيء جميل. فهي هاي مرحلة شوية بيلها واحد
كيف يتحكم فيها، كيف يتخيلها، كيف يعطيها رؤية مختلفة، من تجي الفكرة. أيوة كيف تجي الفكرة. فهي شغلة مو بس خلاص تشكل، لا لازم تكون عندك قراءة، دائما يحضر معارض، دائما يحضر ورش خارجية أو داخلية، احتكاكه مع الفنانين، هنا يقدر ياخذ معلومات أو خبرة ويقدر يقدمها في الشيء اللي يحبه. عرفت شلون؟ طلال احنا مكملين معاك لكن بنتقل مع مشاهدينا الكرام ومعاكم الى نديمنا منذر ثاني المتواجد في جناح اخر من المعرض. مساك الله بالخير يا منذر، الكلمه عندك. الله يسعد مساك اخوي واسعد مساكم زملائي في الاستوديو وكل من يشاهد قناه الريان الفضائيه. مثل ما عودناكم بتغطيتنا الممتعه والممتازه لمعرض تدوير بسوق واقف، هذا المعرض الفني التشكيلي الفريد من نوعه حقيقه. مستمتعين جدا بالاجواء واجواء المعرض، ومستمتعين بان احنا نتعرف على الفنانين ورسوماتهم وفنهم اللي يقدمونه في هذا المعرض. ومعاي الاخ الاستاذ حياك بدر المنصور من دولة الكويت الشقيقة. بداية عرفني عن نفسك أكثر وعرفني عن مشاركتك اليوم في معرض تدوير. بداية أول شيء أشكركم على الاستضافة وأشكر إدارة سوق واقف على الاستضافة في هذا المعرض. مشاركتي عبارة عن 8 أعمال فنية، والمرة كلها تعبر عن الآلات الموسيقية باستخدام مخلفات المعدنية. مثل ما انتم شايفين في عندنا آلة التشيلو استخدمت فيها المخلفات المعدنية. طبعا أنا غالبية شغلي كلها من الخردوات وأعيد توظيفها أو أعيد تصميمها بقوالب موسيقية والحمد لله. احنا ما شاء الله نتكلم عن فن خلينا نقول شوي غريب من نوعه، جديد من نوعه، انت تستخدم السكراب او المخلفات في انك تسوي الات موسيقيه. شلون تستلهم هالالات؟ شلون تستلهم الفكره؟ شلون تجيك من البدايه الى ان تستكمل لوحتك؟ صحيح، هو في البدايه انا تعمدت اختيار الالات الموسيقيه لابراز التضاد في بشاعه السكراب او بشاعه الخردوات وتحويلها الى شكل جمالي عن طريق فقط بتوظيف القطع المخلفات في اطار اله موسيقيه. نعم. فنعمل كونتراست على قولتهم. نعم. فبدايتي كانت بال 1996 واتجهت الى خط الريسايكل او اعاده التدوير لانه يعتمد على الابتكار والتصميم. وخدمني الموضوع كوني كمصمم ديكور. ما شاء الله. اي نعم، فحبيت التحدي اللي فيه، فموضوع التحدي كيف انه ممكن نوظف القطع بشكل جمالي. نعم. بدون المساس في هويه الخامه او هويه القطع نفسها او هويه العنصر، فقط اقحامه في مجموعه معينه لتغيير الهويه وتغيير البشاعه الى جمال. ما شاء الله، هذا شيء تحدي كبير ان انت ما تحاول قد ما تقدر ما تغير في الصوره الحقيقيه للسكراب او للقطعه اللي مستخدمها. لو تكلمنا اكثر عن القطعه اللي ورانا ما شاء الله آلة التشيلو، شنو ابرز القطع اللي استخدمتها وشنو التحدي اللي واجهته في هذه القطعه اللي ورانا؟ نعم، هو الهيكل عباره عن الهياكل الكمبيوتر او الكيسز، هيكل الحديد الجلفانايز، هو استخدمته في الهيكل العام وطعمته بالالواح المعادن او المخلفات المعدنيه بالاضافه الى بعض الخردوات او القطع الصغيره. التحدي يكون في تنسيق القطع مع بعض بحيث انه ما تعمل تشويش وتخلق جمال وتناغم بين كل قطعه والثانيه. ما شاء الله احنا شفنا قطع كثيره لك في الداخل، وعندنا قطعه ايضا موجوده هنا انا متحمس اروح ارويها الناس لان من الالات اللي كل دولنا الخليجيه والعربيه يحبونها، اله العود ما شاء الله. ممكن تكلمني عن هذه الاله اكثر بعد؟ اي نعم، الاله هذه ارتفاعها 220 سنتي. ما شاء الله. اي نعم، استغرق الشغل فيها تقريبا شهرين ونص. ما شاء الله. ايضا هياكل معدنيه، هياكل الكمبيوترات بالاضافه الى الخامه الشكر بليت. حياك. اي نعم، فمثل ما انتم شايفين في استخدمت الاواني المنزليه والتاير. انا قاعد اشوف تاير سيكل ما شاء الله. سيكل. اي نعم، او تاور سبرنجات. فقلت لك هو نفس الموضوع، هو التحدي في. نعم. في حياك شوي. نعم تفضل، خل الناس عشان يشوفون العود اكثر واكثر. تفضل. التحدي يكون في التصميم، كيف ان العناصر هذه مبعثره
ما نصفها بأكثر من بأقل من كلمة قبح، لكن في إذا حطيناها بتصميم معين وعلاقات وانسجام يعني يشمل القطع مجتمعة، هني ننقل الصورة من القبح إلى جمال. وتعمدت أن اللون يكون لون نحاسي، أنا أحب خامة النحاس وتعتيقه باللون الأزرق. ما شاء الله ذكرت أن أنت مصمم ديكور، شنو الربط بين تصميم الديكور والفن اللي احنا قاعدين نشوفه هني؟ شلون جاتك الفكرة أنك تنتقل لهذه الفن واللي قاعدين نشوفه قدامنا اليوم؟ أي نعم، في البداية أعتقد أن الجمال عبارة عن تصميم، عبارة عن علاقات وكود يسمونه، نسق داخلي موجود في العناصر أو في الطبيعة. ومن هالمنطلق اتجهت إلى التصميم وحبيت التصميم، فأحاول أنه أؤكد على فكرتي أو وجهة نظري في مفهوم الجمال، أنه الجمال وحدة نسق، وأنه الجمال موضوعي وليس ذاتي أو نسبي. اليوم دائما الفنان يمر في مواقف أوقات يخليه يستلهم القطعة اللي يسويها، هل التاريخ له دور في 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 الإبداع وإبراز الإبداع في القطعة اللي تسويها؟ هي إذا سمينا التاريخ بالحصيلة البصرية ممكن، يعني أذكر لك أحد الأمثلة، مرة أنا شفت ميكانيكي قاعد يبطل السيارة، مبطل كبوت السيارة الغبق وقاعد يصلح السيارة. في الحصيلة البصرية عندي إن الوضعية هذه هي وضعية بيانست، أو الشكل هذا بيانست، إنه في صندوق كتلة ولها غطاء مفتوحة وإيدي للداخل فبيانست. فمن هالتاريخ إذا سميته أو الحصيلة البصرية أو الذاكرة خلقت فكرة. ولو ترجع لأصل أنا ما خلقت شيء ولا فكرت بشيء، هي مقط ذاكرة أو صورة استدعت صور في الذاكرة، فزي الكمبيوتر يقول تستبدل أو ما تستبدل، فمن هنا يطلع الفن. ودائما يقول لك دائما للفنان نظرة مختلفة عن باقي البشر، الفنان يشوف أشياء إحنا ما نشوفها، خصوصا الفن التشكيلي، يعني تشوف الكاميرا مانا الحين ممكن تسوي لنا بكرة تحفة فنية من خلال اللي تشوفه قدامك الحين. لا لازم امر السكرام معكم او مخلفات الكاميرات واوظفها. اذا تمر عندنا الاستديو وتشوف المخلفات وتسوي لك تحفه فنيه اذا. وشنو تشوف دور دوله قطر في ابراز هذا الفن والفنان الخليجي والعربي خلينا نقول؟ والله انا بقول كلمه واحده ممكن تختصر كل شيء، اشاده الفنانين الموجودين هنا المشاركين بالمعرض، وراح تغطونها بعد شوي. أنا مسيرتي من سنة 96، بس أقول لك إن هذا أفضل معرض شاركت فيه. ما شاء الله. يعني شاركت معارض دولية وخارجية ومحلية وإقليمية. هذا المعرض هو الفائز الأول من حيث التنظيم، من حيث النخبة الموجودة فيها والفرز أو اختيار الفنانين، هم فنانين ما شاء الله عالميين. وأستغل الفرصة أشكر إدارة مركز الفنون بسوق واقف الأستاذ روض المنصوري على دعمها وعلى إبراز هذا الحفل وعلى تنظيمه، وشاكر لكم أنتم. الله يعطيك العافية وشاكرين لك مداخلتك وكل التوفيق، كل توفيقك. إذن أعزائي المشاهدين، دائما نقول للفنان نظرة مختلفة عن باقي البشر، وأنا أتمنى أنكم تيون وتزورون المعرض وتستمتعون بالفن اللي موجود وباللوح اللي موجودة وبكل القطع الفنية اللي موجودة. والحين برجع للزملاء في الاستوديو، الكلمة عندكم. شكرا منذر ثاني، مثل ما قلت اخوي منذر، للفنان دائما نظره مختلفه. احنا ما زلنا مستمرين مع ضيفنا الخزاف طلال القاسمي وعبد الرحمن، نظره مختلفه. حتى انت لو بتروح الجامعة تشتري اغراض حق البيت، يمكن تشوف الاشياء اللي بتشتريها عقب ما خلص منها شلون بستخدمها مثلا. صحيح يعني لو نضرب مثلا، شلون نظرتك للاشياء حتى اللي تشتريها في عدد التدوير؟ صحيح، فالواحد اذا بيروح مثلا الجمعيه قبل لا يختار الشيء مثلا يحط في بالي يقول له هاي بستخدمه، عرفت شلون؟ إن كانت مثلاً حق مثلاً خلينا نقول واحدة من الأجبان، مجرد إنك تأخذها مثلاً تخلص استخدامها بدل ما ترميها لأنها تعتبر من الزجاج، أوكي؟ إن حولها مثلاً حق شرب الكرك مثلاً. غلاس كرك. نعم. إيه. كنا قبل هالشكل إحنا، بس أنا ما بيقول اسم الجبن. ما بيقول اسم الشركة. كنا غلاسات حق الكرك صح؟ ما بي. عندك هذه وعندك في أشياء كثيرة، عرفت شلون؟ إن إحنا نفكر. هذا مثال يعني.
وهي بيني وبينك اصلا عشان توفر على شلون بدون ما تدفع مبالغ تشتري جلاس ايوه موجود عندك هذا عندك هذه واستفيد من عنده على شلون طلال الحين يعني خلنا نقول كسرتك الماده الخام اللي تستخدمها علشان اعاده فن التدوير شو تسوي تروح مصانع تروح تتمشى تكلم ربعك جيرانك هلك شو تسوي أي. في حال مثلا اذا انقصتني الماده مثلا او خلينا نقول الكرتون مثلا اوكي الجا مثلا احد مثلا الجمعيات اللي تكون ترمي هاي الكراتين هي ما ترمي بالاساس اصلا هي لانها تجمعها في حاويات معينه خاصه بعدها يتم نقلها عشان يسوونها اعاده تدوير وصناعه كراتين جديده فانا هني في هاي الحاله استاذن من عندهم اقول لهم والله انا ابي مثلا هالكراتين بعدد معين فهم بيقولوا لي خذ عاد هم يبون اصلا يبون يفتكون هم مقطين مقطين الرمانه اي فانا اخذها هاي اللحظه وابتدي اشتغل واكمل الشغل اللي انا احتاجه نعم انت ساعدت البيئة ساعدت إعادة التدوير وسويت أكيد 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 إحنا قد ما نقدر نحاول نحافظ على البيئة لأن البيئة الحين فعلًا محتاجة إن إحنا نحافظ عليها يعني ما نرمي الأشياء مثلًا المخلفات مثلًا في الشارع مثلًا مهما كان يعني عرفت شلون مثلًا أنا مثلًا أوقف مثلًا في موقف سيارات أوكي حصل واحد منزل الجلاس الكرك مثلًا أوكي والزبالة قدامه يعني ليش يعني هالمسافة نعم بسيطة أوكي ما أرمي أخذه خلي عندي يمكن هاي الكوب نفسه أحوله بعدين أرسم عليه مثلاً أشكل عليه أقصقصه أشكل من عنده مثلاً حاجة معينة تكون هي مكملة شيء جمالي إحنا بنتكلم عن البيئة أبو عبد الرحمن يعني بنعطيها إن شاء الله حقها لكن أنا أبغي أتكلم عنك أنت شنو أول قطعة سويت لها إعادة تدوير قبل تقريباً 15 سنة يمكن كان في وظيفتي قبل سكرتير يوم يبدلون الطابعات الحبر فيها كراتين اللي تكون على اليمين يسار إيه؟ من الكرتون نعم. يأخذون الحبر يركبون في الجهاز بس وبعدين الكرتون هذا بكبره ينقط فأخذ الكرتون وأقلب هاي الشكل يطلع على شكل قلعة عرفت شلون فأبتدي أرسم فيه رسومات أيوة. وشغلات أسوي درايش وشبابيك وشيار ومش فكنت مسوي مجموعات عرفت شلون وبس من بعدها اختفت ما أدري وين راحت كنت مسوي مجموعة زين عبد الرحمن الحين فنون التدوير خلنا نقول إحنا في رأيك نعم. لها أهمية تعليمية يعني يمكن نعلمها عيالنا أكيد 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 هي ترى تنشط الذكاء تنشط الفكرة تخلي الواحد يبدع أكثر شيء بالذات الأطفال لو استغليناهم على أنهم يقدمون إبداعاتهم في مواد ريسايكل هنا يقدرون يطلعون أفكار رهيبة عرفت شلون ما نجيب له مثلا شيء مثلا جاهز ويلا واشتغل وسوي لا نجيب له أشياء هو يركبها هو يجمعها ويقصقصها ويجمعها على بعض ويطلع منها شيء يعني فيه له جمالية عرفت شلون وهاي يطور عرفت شلون الطفل احنا نتكلم عن طفل فما بالك اذا شاب وفما بالك اذا واحد خبير عرفت شلون انه يحول الشيء مثل ما شفت في المعرض اشياء يعني مخيفة صراحة انت تكلمت عن المعرض انت عبد الرحمن مدحت المعرض قلت فيه اشياء يعني اي المعرض بالنسبة للمعرض التدوير هو يعتبر النسخة الثانية من بعد نسخة سكراب الاولى وللامانة انا شخصيا اشهد له كمعرض قوي جدا على مستوى العالم للامانه نعم. يضم نخبه من فنانين على مستوى العالم نعم. اوكي والافكار اللي طرحت فيها افكار يعني فوق الخيال ما تصدق يعني ان هاي حول الماده الصلبه خلينا نقول الحديد الى اشكال معينه مثل الحيوانات مثل الحيتان مثلا عند قطعه الحوت اللي مسويها من يتوقع انه بهالحجم وبهالشكل اني طلع اخراج الحوت من كتل حديد صلبه وكتل الحديد راح ترمي اصلا يعني هذا هو اي يا ترمي او انها تروح المصانع يتم تذويبها ومن ثم يصنعون فيها حديد الاستخدامات الاخرى زين نعم. طلال شاركت في معارض برا ولا بس هنا في الدوحه اي نعم اخر مشاركات لي الحمد لله شاركت في نهايه 2023 في الكويت ملتقى الخزف الكويتي المعاصر نعم ومثلت فيها دوله قطر وقدمت فيها تجربه ومنها ورشه عمل وشاركت الحين بعد في البحرين قبل حوالي اسبوعين تقريبا بس حضرت معرض يمكن 12 ساعه بس صده ورده وعرض فيها عمل فني الأعمال اللي عندي تعتبر لها مفهوم آخر مفهوم فيه فلسفة عالية قد ما أقدر أحاول يعني مواكب للفن التشكيلي واللي اسم يعني واضح وقد ما أقدر أحاول إن ما أطلع عن النطاق اللي أنا فيه يعني مثل ما تفضلت الكرتون فكرة جديدة بس ما طلعت عن من المحور اللي هو الخزف او الفازة او المزهريه نعم انا خلينا ناخذ فكره اكثر عن فن الخزف يمكن احنا ما تكلمنا ابو عبد الرحمن عن الخزف اللي هو اصلا انت متخصص فيه نعم. الخزف
عطنا فكرة عن فن الخزف، إيش المواد المستخدمة في فن الخزف، إيش أنتج من فن الخزف؟ أوكي، المواد المستخدمة هي أساسها الطين، الطين. بس عشان نعرف الطين أنواعه وكيف أشكاله، لأن أنواعه كثيرة، عرفت شلون؟ في منها الإيرثنوير، ستونوير، في منها البورسلان، وكل هاي المواصفات لها بعد ألوان خاصة، ما يصير ندمج على بعض ويصير في عندنا مشكلة في الحرق وفي عملية تقنية الألوان. بالنسبة للخزف، أهم حاجة قبل أن نبتدي بالفكرة أو نبتدي بالمشروع، نحضر الفكرة. الفكرة اللي بتكون عبارة عن مثلاً شكل معين حق استخدام أو حق الزينة، عرفت شلون؟ وأساسها الطين، يتم تنفيذ أوكي، وتمر على مرحلة قانون اللي هو مرحلة التكوين والتشكيل والتجفيف، من بعدها تدخل في مرحلة الحرقة الأولى بحيث أنها تصير فخار درجة حرارة معينة اللي يتم ذكرها. عندك أفران عبد الرحمن؟ الحمد لله عندي أفران، بس أفران مختلفة الأحجام، لأن كل فرن له مواصفات، والأفران اللي عندي كهربائية، وعندي تقريبا كم من فرن غاز، لأن الأفران الغاز بعد لها أسلوب آخر، وقاعد أحضر حين أفران اللي هو فرن حطب، هاي أمنيتي للأمانة بسوي، لأن النتائج رهيبة جدا، وهو يعتبر الأفران التقليدية اللي تم اكتشافها أو صناعتها في الصين منذ آلاف السنين. نتكلم احنا عن الخزف عبد الرحمن، أنت تقول الفكرة تجي، هل أنت لازم تكون كخزاف لازم تكون رسام أرسم الفكرة؟ أكيد لازم. الأساس رسم، فإذا أنت موهبتك رسم خلاص تقدر توظف الفكرة في سكيتش، ومن خلالها تقدر تنفذ المشروع المطلوب. أنا هلا بواصلها حق أيوة. المشاهد أن الأساس الفن. أكيد الأساس الفن. وين يلتقي فن الخزف مع إعادة التدوير؟ أوكي، هي مرحلة شوية يبيلها واحد يعني يفهم، وشغلة أنها هي مرحلة شوية انتقالية، يعني حاجة استخدمها خلاص تبي ترميها، فبدل ما تروح مرحلة النفايات مثلا أو القمامة الله يكرمكم، في مرحلة في الوسط هي هاي مرحلة الإبداع، أني أنا أبدع بالشيء وحاوره على أساس أني أطلع من وراء شيء جميل. زين طلال، الحين أبي أعرف أنا نفس هاي العمل، نفس هذه المزهرية كم استغرقت الوقت من عندك؟ تقريبا هاي أسبوع، تقريبا هذه أسبوع إيه، كل يوم أشتغل فيها مثلا نص ساعة، ساعة، ساعتين تقريبا، لأنها كل شغلة مثلا أضيفها لازم أكون محاسب عليها لأن فيها وزنية، لها وقت معين لللزق بعد أيضا. أي نعم أي نعم. طلال والله إحنا ودنا نكمل معاك لكن الوقت داهمنا. الله يسلم. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك وكل التوفيق لك إن شاء الله يعني في المعارض القادمة. الله يسلمك. نعم. شكرا لك ولحضورك. الله يسلمك وأشكركم على هاللقاء الجميل، وللأمانة إلى سوق واقف وإدارة سوق واقف وإلى مركز سوق واقف للفنون، الأمانة هاي شيء يعني فرصة أني أنا أقدم شيء يعني جديد إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله. نقول الخزاف ولا الفنان طلال القاسمي؟ خزاف الفنان. خزاف وفنان تشكيلي. الخزاف الفنان التشكيلي طلال القاسمي، شكرا جزيلا لك. إن شاء الله يعني تكون عايدة ورايدة دائما تطلع معنا في قناة. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعدين لمتابعة حلقة الليلة، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. حقق منتخبنا الوطني المركز الثاني في بطولة العالم للبارا موتور سلايلوم، والتي أقيمت للمرة الأولى في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط، ونظمتها لجنة قطر للرياضات الجوية التابعة للقوات الخاصة المشتركة في ميدان السعد بمنطقة لوسيل على مدار 10 أيام بمشاركة 14 دولة يصل. نعم يا خالد، وحقق منتخب قطر 6 ميداليات، احتل بها المركز الثاني للترتيب العام في ختام منافسات البطولة خلف المنتخب الفرنسي الذي حصل على المركز الأول. والحديث عن هذا الإنجاز يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو أبطال منتخب الوطني للباراموتورز الكابتن حيان بن علي الأحبابي، بطل العالم للمرة الثانية على التوالي في فردي ترايك، وبطل العالم في ريسينج تيم، والكابتن إبراهيم بن أحمد البنا، وصيف العالم في فردي ترايك وبطل العالم في ريسينج تيم. يا هلا ومرحبا فيكم يا ابطال. الله يبقيك. يا مرحبا. نبارك لكم هذا الانجاز. الله يبارك فيكم. احنا فخورين فيكم يا ابراهيم وايضا حيان. لكن لو نبتدي معاك حيان، لو تكلمنا عن هذه البطوله والانجاز، ونتكلم عن اهميه استضافه قطر لهذه البطوله. بدايتي بسم الله الرحمن الرحيم، نهدي هذا الانجاز الى مقام سيدي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، والى سعاده نائب مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، وإلى قائد القوات الخاصة ورئيس لجنة قطر للرياضات الجوية العميد ركن جاسم بن علي العطية، وأيضاً إلى الشعب القطري الكريم. بسم الله، إحنا حققنا من 2015 إلى 2024 41 ميدالية، 17 ميدالية ذهبية و14 فضية وعشرة برونزية، يعني ولله الحمد. عوايد يا كفو. ما عليكم. نعم. زود والله. نعم. كفو. فنتكلم عن أهمية البطولة في ولله الحمد استضفنا بطولة العالم للسلالوم السادسة في دولة قطر في لوسيل. ابتدت البطولة من تاريخ 3 فبراير إلى تاريخ 13 فبراير. نعم. والحمد لله بطولة استثنائية، وتكلموا جميع الطيارين على هذه البطولة، ومستحيل انهم يسوون نفس هذا التنظيم في الدول الاخرى. ولله الحمد. نعم. اللهم لك الحمد. نعم. احنا بننتقل لبطلنا حيان. حيان، يعني الاجواء العامه بين ارضك وجمهورك، المتعه وانت يعني تعرض امام القائد، وتعرض بعد مع قدام ربعك واهلك، ايش يعني لك هذه، او ايش تعني لك هذه اللحظه؟ بالعكس، يعني احنا دائما متعودين ناخذ مثلا بطولاتنا تكون برا قطر. نعم. وهذه اول مره يعني تكون بطوله عندنا في قطر، وقدام نفس ما قلت غايدي ولا ربعي ولا اهلي. نعم. بالعكس يكون لي دافع اكثر. نعم. واني اشتغل على نفسي اكثر واركز اكثر. نعم. اني اطلع على المنصه، ولا اني اسوي حاجه مثلا حق الجمهور اللي حضر، ولا حق غايدي، ولا حق ربعي والاخوه واخواني، واللي يكون موجود ان شاء الله. نعم ابراهيم، احنا ودنا نتوضح للمشاهد ايش هي البطوله اصلا، يعني عطنا بالتفصيل انت واخوي حيان، شنو هي البطوله اصلا، كيف، ايش القدرات اللي لازم تكون عندك، ايش الموهبه اللي لازم تكون عندك، استعداداتكم قبل ايش كانت للبطوله؟ احنا الحمد لله احنا سلالوم، احنا نقول اي سلالوم. ايوه، ايش هي؟ وضح للمشاهد. اي احنا يعني لله الحمد استعدينا للبطوله هذه من سنه تقريبا، وبطوله سلالوم هي عباره عن وقت، يعني يعطونك مثلا خريطة تمشي عليها بين بالونات. نعم. ايوه، واقل وقت هو الفايز. بين البالونات انت في ايش؟ انت في طيارة. انا في طيارة. نعم. نعم. احنا هذا اللي بنوصل المشاهد. نعم. ايش نوع الطيارة؟ الطيران الشراعي. نعم. طيارة الشراعي المروحة. نعم. مروحة. نعم. هي فئتين. نعم تفضل. فئتين. فئة الفوت لانشر وفئة ترايك. وضحها. فئة الفوت لانشر هي اللي تقلع وانت تركض على برجليك. نعم. وفئة الترايك هي اللي عليها تواير. اللي عليها تواير. اللي عليها تواير. البطولة بطولة ترايك وبطولة فوت لانشر. اوكي. طيب احنا نقول طيارة شراعية ولا طيارة؟ نعم. طيارة شراعية. شراعية. هي طيارة شراعية باللغة. نعم. العربية. نعم. لكن اللغة العامة هي. نعم. يسمونها باراموتور، سموها باراموتور، البرا باراشوت والموتور هو الموتور. المكينة. نعم. نعم. هي مسابقتين، في مسابقة كلاسيك ومسابقة سلالوم. مسابقة الكلاسيك هي الملاحة، تطير تقعد 4 ساعات 5 ساعات وانت طاير. البطولة هاي ضمن البطولة. نعم. ضمن البطولة. نعم. لا مو ضمن البطولة هذه. هذه بطولة مسابقتين، السلالوم والكلاسيك. تعطينا بصفة عامة. نعم. نعم. بصفة عامة. الكلاسيك. الكلاسيك هي يعطونك لتر.
اكونومي يعطونك لتر، واكثر وقت يتقعد عليه فوق لتر وقود في اللتر، يعني بعضهم يقعدون ساعتين ثلاث ساعات. اي واللي يعني يقعد ساعه وينزل لا هو للحين يعني ما قد ما تقدر تكون انت مقلع. اي نعم هذه بطوله الكلاسيك. هذه ابراهيم شلون تسويها؟ يعني انا اعرف ان هذه لازم انت تضبط المظله عدل. مثلا انا عندي لتر بترول وانت عندك لتر بترول. نعم هنا يختلف الخبره. مثلا في ثيرمال طالع من الارض. نعم افك الريس اطلع على الثيرمال. يعني كل شيء يبي له خبره. زين نعم. الثيرمال هو الهواء الحار اللي يطلع من الارض للجو وانت ما تشوفه، بس كخبره كاحساس. تحسبه. نعم هذا هذه نوع. النوع الثاني؟ النوع الثاني السلالوم. ايوه السلالوم هو التعرج. ايوه يحطونك خمس بالونات وفي سنسر. تفتح السنسر وتسوي التاسك اللي معطينك اياها الحكام اللي قال عنها ابراهيم الخريطه. خريطه خريطه او الحلبه. نعم. اي لا الحلبه. نعم الحلبه يعطونك تاسك ويقول سوي التاسك على جميع الطيارين. جميل نفس هذا التاسك. نعم واقل وقت هو اللي هو اللي يفوز. ومسابقتنا ترى اجزاء من الثانيه. يعني احنا من الاول والثاني والثالث لين مركز لين العاشر 15 ولا العاشر. نعم. اوقاتهم نفس الثواني 30 30 بس الاجزاء الثانيه هي اللي تفرق بينه وبينه. زين ابراهيم انا عارف ان 13 كان يوم رياضي عندنا. اي نعم وكان هوا صحيح، وهذا يوم حاسم بالنسبه لكم. اليوم الاخير هو دائما يكون يوم حاسم، يعني الغلطه محسوبه عليك. شلون تعاملتوا مع الهوا؟ بالعكس الهوا هذا ساعدنا للامانه. جاء معاكم يعني؟ اي بالعكس احنا دائما نتدرب على الهوا القوي. نعم بس انه يكون صافي من دون مطبات. نعم وهنا يعني خبرتنا احنا كانت احسن من الفرنسيين الحمد لله في اجواءنا. احنا قد تدربنا في اجواء الدوحه. نعم والله الحمد اخر يوم هو ترى اللي فرق معانا انا واخوي حيان. نعم احنا ابراهيم نتكلم عن اكيد استعدادات، هذا انجاز كبير. انت احنا نتكلم عن انجاز كبير نبي نوضحه ونلقي الضوء عليه اكثر قدام مشاهدينا الكرام مشاهدين قناه الريان. نعم استعداداتكم اللي قبل البطوله هذه شلون كان استعداداتكم؟ كم الفتره اللي استعديتوا فيها؟ وين كنتوا تدربون؟ تقريبا قلت لك سنه تقريبا. نعم. سنه قبل البطوله هذه مثلا. نعم. عندنا معسكرات خارجيه تدريبات مثلا عندنا في اسبانيا عندنا في بولندا. لكن اكثر دول اللي نرجع عليها مثلا اسبانيا وبولندا. نعم يكون عندنا التجهيزات كامله في اسبانيا وبولندا. اي لكن سنه كامله احنا نجهز تدريبات يعني مكثفه كانت عندنا خلال السنه اللي هي 2000 نعم من 2023 الين البطوله. نعم اتذكر خالد كان عندنا اعلان يعني عن معسكرهم في اسبانيا في الصيف. اي نعم في الصيف رحتوا برشلونه أو لا لا بورنس. ايوه نعم بورنس. نعم وانزين الحين نشوف هذه الاستعراضات الجميله اللي صراحه يعني ابهرتونا فيها. شلون تم الترتيب؟ شو البروفات اللي سويتوها عشان وين حيان؟ اي واحد انت حيان؟ احنا لا انا ماني معهم. احنا ترى احنا فريق عروض محافل اللي تكون في قطر. نعم. وفريق مسابقات. نعم فاحنا كنا في بطوله ولا قدروا يعني احنا نعرض ولا شيء. احنا داخل البطوله فاستعنا بناس. نعم شركه يعرضون حيان. الحين انا قاعد اشوف يعني الله يحفظكم الله يحفظكم ويسلمكم يعني احنا. نعم. قاعدين نشوف اشياء يعني فيها خطوره. ايش احتياطات السلامه الامن والسلامه لمثل هذه الرياضه؟ اولا اي نعم خطوره بس ما يعني خطوره شيء بسيط. نعم مظلين انتم ما شاء الله عليكم. نعم. يعني عندكم الخبره الكافيه الحمد لله للنزل. اول شيء لازم ما تطير الا معك مدرب. بكلمك على السلالوم. احنا نتدرب في البحر لازم تكون لابس اللايف جاكيت ويكون في قارب الله اللي يقوله طحت ولا شيء ولا. نعم. يكون القارب موجود. نعم والاخطاء اللي تصير هي تسكر المظله. المظله اذا تسكرت ما تصير داخل التاسك داخل الحلبه. فتمسك بريك انت ضاغط سبيد بار في لاين تضغطه عشان تنزل المظله عشان تعطيها السرعه الكافيه. نعم ففي هذه الحاله البريك ما تمسكه. لان اذا مسكت البريك بتسكر المظله على طول. على طول. احنا لعبتنا برجل يد جاهز ذهنيا 100% مو ب 99% تكون 100% مركز. مركز. لان غير قابل الخطا يعني لسلامتك ولحياتك ايضا. اي نعم اي نعم نعم. زين ابراهيم يعني الحين احنا بنعرف المهارات يعني ما شاء الله عليكم هذا اول انت ثاني ومره انت الاول وهو ثاني. المهارات اللي تدربون عليها ونفس ما قال صفاء الذهن والتركيز العالي هذه من اهم يعني النقاط في هذه الرياضه بسبب خطورتها العاليه. صحيح. لكن هناك سيفتي هناك امن هناك ناس ما ذكر وقلنا حيان. زين شو المهارات اللي انت تتدرب عليها؟ تروح الجيم
تجري؟ هل اللياقة تحتاجها؟ هل أنت تنزل 3 إلى 4 مرات في الأسبوع؟ شو اللي تحتاجه؟ شو التدريبات اللي تحتاجها علشان أنت تكون يعني جاهز للبطولة؟ أيوة لازم تكون فت. مثلاً الجيم شيء زين إنك تروح الجيم. نعم. مثلاً منها كثافة تدريبية. نعم. باستمرار الشيء كثر ما تستمر فيه كثر ما تكسب خبرة. نعم. أما مثلاً تجيني يوم بتطير وعشرة أيام واقف ما راح تكون مثلاً نفس اللي يجي كل يوم يطير ويتدرب ويتعب. نعم. وثاني شيء لازم بدنياً تكون جاهز، ذهنياً تكون جاهز، والمهارات اللي لازم تكون عندك مثلاً. نفس شنو المهارات هذه؟ مثلاً الخبرة في الهواء هذا بيحتاج مهارة. نعم. مثلاً توسع اللفة ولا الضيقة هذه يبي لها تعب سنين وخبرة. نعم. مهارات عالية لازم تكون عندك. علشان تكون نفس ما تقول تكون بانسيابية على الكورنر معين، لأن هذه لها نفس خط الخط في لفة توسع له وفي الثانية تضيق علشان أنت. إيه نعم. إذا ما في هواء شوف كل شيء له تكتيك. أيوة. في هواء الهواء نص الهواء قوي. أيوة. في كل شيء له تكتيك. نعم. إيه نعم. أحيان هذا أحيان طبعا تكتسبه بالخبرة أيضا. هذه بالخبرة. إحنا نتكلم عن بطل، إحنا نتكلم مع أبطال. الحمد لله اللهم لك الحمد. الخبرة الكافية يعني أتكلم معاك حيان أنت بطل عالم المرة الثانية على التوالي في فردي ترايك. إيه نعم. وإبراهيم أيضا. وصيف العالم في فردي ترايك بطل عالم في ريسينج تيم. احنا نتكلم عن يمكن مصطلحات جديدة على المشاهدين، احنا نبي نوضح رياضاتكم أكثر للمشاهدين عشان يكون لها أيضا متابعين. لو نتكلم عن منافسات الترايك والفوت لونشر. اي نعم. ايش الترايك وايش الفوت لونشر؟ الفوت لونشر هو اللي أقول لك يركض برجله والمكينة في ظهره يدخل عالم الفوت لونشر. ولا فيها فرق، وهذيك اللهم بتواير تقلع بتواير، لكن هي نفس الشيء. نعم. ما تختلف. نعم. وعلى حسب البطولة هذه على حسب الأوزان، يعني أنا وزني يخليني أخذ مظلة 13، في وزن يعني مثل وزن إبراهيم يأخذ مظلة 14، ما ينزل على 13، لأن إذا نزل على 13 فهذا يعني خارج البطولة. أي. لأنها المظلة لها وزن محدد. نعم. عشان تصير منافسة. أي نعم. عشان تصير منافسة. الجميع متساويين. أيوة. صحيح. عليك نور. وهذه أول مرة تصير في قطر من ناحية الوزن. جميل. وإن شاء الله أنها تمشي على البطولات الجاية إن شاء الله بإذن الله. بطولة الرسنج تيم هم 4 أشخاص يدخلون، 4 أشخاص دخلت أنا ونايف البلوشي وعيسى الحجاجي وإبراهيم. إبراهيم. الرسنج تيم هم 4 يدخلون في تاسك ويطلعون، الوقت يكون واحد، يعني خوي يطلع انا ادخل في نفس السنسر، الوقت شغال. الوقت شغال. اي نعم. واذا دخلت تتابع يعني تتابع. أي تتابع. اي نعم. نعم. فهي هذه بطوله ريسينج تيم وقفت سنه 2014. نعم. وفي بطوله قطر نحمد الله بطوله السلالوم رجعت. اللهم لك الحمد. ونحمد الله ونشكره. رجعت وانتم ابطال. والحمد لله احنا ابطال. نعم. لك الحمد. نعم. فضل الله سبحانه. احنا مكملين معاكم. بنقول لكم حتى على المعرض بنشوف يزرتوه ولا لا، لكن خلونا ننتقل بالصوت الصوره الى نديف قناه الريان مشعل حسن. مشعل ساك الله بالخير، رجعنا لك مره اخرى والكلمه عندك. امسي عليك مره ثانيه زميلي سلطان، وايضا امسي على زميلي خالد الكبيسي، وارحب بضيفهم الكريم. اعزائي المشاهدين انا حاليا داش على القاعه الثانيه اللي موجوده هنا اليوم. لما نشوف الجرايد شنو اللي ممكن نستخدمه في الجرايد؟ ممكن ان احنا نقرا الاخبار، او نفس ما قال المشهد مال عادل امام، انا لما اشتري طعميه بشوف صورتك في القرطاس. ولكن هل تتوقعون الساده المشاهدين ان اليوم الجرايد والاوراق تصنع منها هالاشكال اللي موجوده قدامنا حاليا؟ قمة الإبداع وقمة نقدر نقول الخيال الواسع اللي موجود عند هذه الفنانين اللي رسموا هذه الأشكال، أو نقدر نقول أن صنعوا هذه الأشكال باحترافية عالية نفس ما تشوفون حاليا، سواء صورة كريستيانو، عندنا جوردن مال السلة، وصورة هذه وضعها في نص هالقاعة تدل أن قطر فعلا قاعد تمثل أنها نقدر نقول عاصمة الرياضة في العالم. لان نفس ما نشوف الاشكال يعني عندكم الحين شوفوا، تقدروا تشوفون التفاصيل اللي موجوده في تمثال كيليان مبابي، وايضا نقول تيرستيغن مال برشلونه، وغيرهم من الاشكال اللي موجوده هنا اللي تتكلم عن الفن. نقدر نقول الصوره تتحدث عن نفسها في هذه الاشكال الرائعه واللي استرجعنا فيها ذكريات كاس العالم. ولكن ايضا نبي نتحدث عن نوعيه ثانيه من الاشكال واستخدام الكرتون
أو الكراتين أو من هذا القبيل، هذه الأشياء اللي تصنع منها الكرتون. نشوف قدامنا هذه الأشكال الطبيعية اللي تحاكي الطبيعة. يعني اليوم لو نشوف الصناعة هذه يمكن نعتقد أنها منحوتة نحت، ولكن هذه كلها مصنوعة من الورق، من أشياء معادة التدوير. نشوف الأعماق أو أعماق البحار، الطبيعة البحرية هني الحمسة وهي تسبح في البحر شلون ثابتة، وأيضا الأسماك تحتها، وأيضا الفيل اللي فيه تفصيلة جدا رائعة في هذا الفيل، اللي هي لما مسك الغصن نفس ما تشوفون السادة المشاهدين أنفه كان على الخارج، لأن الفيل نظرة ضعيفة، بالتالي الفيل يستخدم حاسة الشم للرؤية، فالغصن مش مغطي على خشمه. أبسط التفاصيل موجودة في هذا المكان. وطبعا هذه الأعمال الفنية كلها للفنان الأمريكي أندرو. Good evening, Andrew. Hello, how are you? Nice. Very well. Are you good? I'm terrific. Thank you so much. How do you feel today in this participation here? I am so amazed at what they've put together here. This is such a brilliant show, and I'm so privileged, I feel, to be here amongst such incredible artists. Very nice. Yeah. سيد أندرو جدا سعيد بتواجده في هذا المعرض وأنه اجتمع مع هؤلاء الفنانين. Today I want to ask you about how do you imagine this piece of art and how do you get the idea and when you start that. Okay, so back when COVID hit, me and my wife Susan, we were and stuck in the house, and we had all these boxes, and I thought, well, we need to figure out a way to recycle these boxes and use them in art because it's free material. Why did you put it in the trash? Because there's too much trash in our oceans and our landfills, and I don't like that. So we wanted to help, maybe do something to help save the earth a little bit. Yeah. And so this was the very first, these lions were the first thing we tried to make. And we built the skulls first. Inside we built the skulls and we put together like this, and then we added panels around the whole thing, and just added, built them out and added the musculature. And then added some, we used ripped pieces of paper bag. You could, for the textures here, all these textures here, yeah, yeah. And this is my wife. And it's tough, it's not like... No, it's very soft. Well, this right here is a piece of wood, and this is a piece of wood. But the rest, everything else is cardboard. There's two cardboard tube inside, yeah. Mm-hmm. Yeah, yeah. السادة المشاهدين، هو بدأ هو وزوجته سوزان، طبعا كانوا قاعدين في البيت وكان عندهم بوكسز أو صناديق وايد في البيت، فبالتالي قرروا أنه يعني شو نسوي فيهم، فعشان لا يضرون البيئة قرروا أنه يصنعون منها هذه الأشكال اللي موجودة حاليا. وطبعا فكرة جميلة جدا، فبدأوا بصناعة هذه الأشكال. قال لي تقدر تشوف هذا الشكل، طبعا هذه خشب وهذه خشب، ولكن الباقي كله من نقدر نقول الكراتين أو الصناديق اللي كانت موجودة عندهم. We want to ask you also about the environment today. You talk about the environment and how we save that by this piece of art. What the point of today? You enjoy to this exhibition? Sure. So again, we see so much waste and garbage going into our oceans and killing our fish and wildlife, and it's just awful. And so I figured, in one little way, I can take all these cardboard. We have all this cardboard every day. We get more cardboard from Amazon shipments, and it's just too much. So I wanted to try to put it back into and recycle and make beautiful art out of it. And yeah, and that's yeah, yeah. يتكلم عن المحافظة عن البيئة، وأيضا تكلم أنه طبعا مشاركته في المعرض هذا أساسا مشاركة للمحافظة على البيئة، أننا نفس ما تشوفون هذه الأشياء هو قال أنه ما وده أنه يقطها مثلا بالمحيطات بالأماكن الطبيعية، فبالتالي قرر أنه يحط هالمكان في مكانها الصحيح وهو هذا المعرض، وعرضها للناس ويشوفون هذا الفن ويستمتعون فيه. Thank you very much, Mr. Andrew. Thank you so much. I appreciate it. You similar looks like Steve Austin. I've been told. Yeah, thank you very much. نعم السادة نعم السادة المشاهدين، نفس ما تشوفون أيضا الأشكال الأخرى اللي موجودة هنا. طبعا أكثر الأشكال اللي موجودة هنا طبعا يعني أشكالها أقرب إلى الحيوانات، يستخدمون الحيوانات بشكل كبير في تشكيلها، في بعض تفاصيلها. يعني نفس ما تشوفون هنا أهل الليبل راح يستانسون على هذا المنظر، حتى البرطم جابه نازل، نقدر نشوف. شوفوا هذه هذا الجمل نفس ما نشوفه، ف
التفاصيل، الاهتمام بالتفاصيل، الاهتمام بهذه الأمور كلها. وطبعا المعرض كبير والأشياء اللي فيه كثيرة، وأتمنى من السادة المشاهدين أن يجون ويزورون ويستمتعون نفس ما أنا حاليا مستمتع بهذه المناظر والتفاصيل اللي موجودة فيها. ولكن حاليا نتوجه بالصوت والصورة إلى زملائي في الاستديو خالد وسلطان، الكلمة عندكم. نعم، شكرا لك مشعل حسن. ما زلنا مستمرين مع ضيوفنا. بتكلم حيان أو تتكلم نحن تحت الهواء عن التكتيكات اللي أنتم تحرصون عليها أثناء المنافسة في البرا موتور. شنو التكتيكات اللي أنتم تحرصون أن أنتم تطبقونها أثناء المنافسة؟ أول شيء كل سنة البرا موتور إحنا قلنا أنك تقلع أطول أطول مدة ممكنة. أي نعم برا موتور. نعم بس نتكلم على السلالوم. أي نعم هذه البطولة. نعم كل سنة في مكاين، كل سنة يجي مكان جديدة. نعم. في كل سنة فإحنا العالم يتطور حيان. نعم ولله الحمد غاداتنا دعمهم لله محدود الحمد وكل سنة إحنا نأخذ مكان جديدة ومظلات جديدة. وأنتم تستاهلون. تستاهل خير. تستاهل خير. والمدرب يعني يفضل مثلاً حيان يفضلني في الترايك مثلاً، البنا يفضله في الترايك يعني بعد المدرب يدخل في التكتيك. المدرب له دور كبير يعني. دور كبير المدرب. المدرب كتوزيع الأشخاص مثلاً. من ينفع يكون في تراك ومن ينفع يكون في فوت لانشر يقوي الريس يعني مثلا عندي انا الريس يقوي الريس عندي عند الربع ينقصه شوي. نعم في تنسيق يعني لكامل المجموعه. اي نعم. لازم مثلا ما تقدر مثلا تقوي جهه وتخلي جهه. صح لازم تخليها متساويه للجميع عشان انتم تنجزون يعني. اي نعم. زين ابراهيم الحين قل لنا عن المنافسات اللي بتستعدون لها للفتره القادمه. وان شاء الله عندنا بطوله كلاسيك في بريطانيا. نعم بطولة كلاسيك طبعا غير عن بطولة سلالوم. نعم بطولة كلاسيك نفس ما قال اخوي حيان يعني 3-4 ساعات تكون طاير. نعم منها خريطة منها نافيجيشن ومنها ايكونومي منها يكون في ايكونومي يعني تقتصد الوقود. اي الوقود نفس ما اقول. نعم. وفيها بعد الهدف التارجت يعني فيها كذا لعبة في لعبة واحدة. نعم نعم. احنا بس احنا دهمنا الوقت اخواني بس احنا انا سؤال اخير واتمنى يعني تجاوبونا بعجاله. لو نتكلم عن الفريق القطري دائما متالق يعني في جميع المحافل الدوليه، ايش سر هذا التالق؟ فهو شيء احنا بدايه السنه نرسم نرسم خطه يرسمها من اتجاه قائد الفريق سعيد عبد الله المري ومن اتجاه المدرب وفي هدف لهذه الخطه ولله الحمد مثل ما قلت الدعم لله محدود واحنا لازم احنا نترجمه على ارض الواقع الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه. ثاني شيء اذا عندك غاده طموحين نعم ويدعمونك نعم ويشوفون منك مثلا انه راح تنجز نعم فهم قصرين معك ما قال حيان يعني عندك دعم لا محدود. نعم اللهم لك الحمد. الحمد لله يعني الله يوفقكم. حيان علي الحبابي بطل عالم المرة الثانية على التوالي في فردي ترايك وبطل عالم في ريسنج تيم، والكابتن ابراهيم احمد البنا وصيف العالم في فردي ترايك وبطل عالم في ريسنج تيم. شكرا جزيلا لكم. شكرا على استضافتكم لنا يا الرقم ما قصرتم قناة الريان. واجب الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. الله يرحمه. الله يعطيكم الصحة والعافية. بس سون ها تدوير دشوا الحين وشوفوا الابداع الاخر ان شاء الله. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود بعد لمتابعة حلقة الليلة، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا مستمرين معاكم في تغطيتنا مشاهدينا الكرام من هنا من سوق واقف، وننتقل الى منذر ثاني في معرض العسل. منذر تفضل كلمة عندك.
يا هلا ومرحبا فيكم، امسي عليكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وامسي على الزملاء في الاستوديو. وانا في سوق واقف في معرض سوق واقف الدولي الخامس للعسل الطبيعي، ومتواجد في هذه التغطيه المتميزه والمستمره لهذا المعرض اللي حقيقه يعني في نسخته الخامسة، وأشاد بمكانته، وما شاء الله متنوع من جميع دول العالم موجودين هنا ويعرضون منتجاتهم ومنتجات العسل. ومعاي الأخ من دولة الإمارات الشقيقة. بداية نمسي عليك بالخير ونرحب فيك في بلادك الثانية، ويريد لو تكلمني أكثر عن نفسك وعن مشاركتك اليوم هنا. طبعا أشكر قناة الريان أتلحت لنا هذه الفرصة، أقول جزيك الشكر لكم سواء القائمين معانا أو خلف الكواليس. إحنا مناحل وطنية من دولة الإمارات مدينة العين، ومعاك حميد سعيد صاحب مناحل وطنية، وتأسست تقريبا في 95 ولله الحمد. طبعا إحنا متميزين بدولة الإمارات في عسل السمر، في عسل السدر ولله الحمد. كذلك كان عندنا الشمع، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى راحت كل كمية بفضل، وهذا من ثقة الأخوة القطريين أو المقيمين. نعم لنا راحت، بل إن أكثر العسال عندنا راحت، ما بقى لنا عندنا السمر والسدر، كان عندنا الطلح، كان عندنا الزهورات، كان عندنا زهرة الأعشاب، بفضل الله سبحانه وتعالى كلها راحت. اسمح لي يا أخوي بس نشوف عندنا، بارك الله فيك، هذا الصندوق يصلح للهدايا ما شاء الله تبارك الله، في تنوع من الأعسال ولله الحمد، في السمر، في السدر، في الزهور، كذلك عندنا بقت نعم بقت الأعشاب عندنا هذه واحدة، والسمر عملنا إحنا ولله الحمد بهذا الشكل، إنه كثير من الناس يقولك والله العلبة الكبيرة قد يكون أنا يعني ما أبيها، لكن عملنا هذه الصغيرة، كذلك عملنا ولله الحمد الأحجام الصغيرة، أحجام متنوعة. نعم أحجام متنوعة يعني لجميع الفئات العمرية والفئات الأسرية، حد يقول صغير. كذلك عندنا حبوب اللقاح ولله الحمد، كذلك عندنا حبوب اللقاح ولله الحمد، حبوب لقاح طيبة منتقاه بعناية ولله الحمد. كذلك عملنا خلطة مجموعة من الأعسال مع حبوب اللقاح مغذاء الملكات، وبفضل سبحانه وتعالى لقت رواج طيب، حياكم الله. الله يعطيك العافية. اليوم ما شاء الله نتكلم عن العسل، ونبي نعرف من وين يتم إنتاج هذا العسل عندكم. الإمارات ولله الحمد. من وين بالضبط؟ نبي نعرف. بين أبو ظبي وبين الإمارات الشمالية. لما نقول الإمارات الشمالية نقصد بها الفجيرة إلى رأس الخيمة. نعم. مناطق جبلية أعرفها. نعم. ننتج منها السمر والسدر. بس أبو ظبي ننتج ولله الحمد منها السدرة الخاصة اللي هي هذه السدرة ولله الحمد. هذا مدينة أبو ظبي ولله الحمد. اليوم شنو اللي يميز اللي يميزكم في هذا المعرض؟ يميزنا بارك الله فيك بإنتاجنا طيب، ولذلك أقول لك كان عندنا شمع كمية اللهم لك الحمد، وأنت يمكن الحين واقف جواح وسأل عنه قلنا له خلصت، وهذا من ثقة الجمهور فينا الله يجزيهم الخير، والأخوة اللي يبحثوا عن العسال الطيبة ونقول زوروا مناحل الوطنية. نعم. شنو اليوم كلمتك الأخيرة بمناسبة هذا المعرض، بمناسبة تواجدكم في الدوحة؟ كانت هي من يوم 8 لليوم 19 او يوم 21 مددوها يومين، مرت كان محل البصر، احنا ما حسينا ان في مكان بعيد، احنا بين اهلنا وبين اخواننا وفي بيوتنا الثانيه وفي دوله قطر، في الحقيقه نحس كأننا في الامارات. الله يجزيكم الخير، بشاشه الوجوه، الطيبه، كل يعزم، كل تفضلوا اليوم عندي، القابله عندي، احييكم. والحمد لله في اخوه نقول جزاهم الله خير، يعني قدرنا منهم وقدروا منه ورحنا لهم، لكن في اخوه والله ما قدرنا نروح ولانه الجدول عندنا مزعوم، لكن نقول ان شاء الله السنوات القادمه، بل نقول في الاشهر القادمه ان شاء الله نزور قطر ان شاء الله. يا الله يحفظكم. شكرا حياك الله. شكرا لمداخلتك. اذا اعزائي المشاهدين، احنا تغطيتنا مستمره في معرض سوق واقف الدولي الخامس للعسل، ومستمتعين مع ضيوفنا من كل دول العالم، وندعوكم انكم تيون فيما تبقى في اليومين الجايين لمعرض العسل، تستمتعون وتشوفون وتعرفون أكثر على العسل وأنواعه وفوائده. والحين برجع بالصوت والصورة لإخواني في الاستديو، الكلمة عندكم. نعم زميلي منذر، ثاني شكرا لك وعلى هذه التغطية الجميلة، وندعو الجميع بأنهم يجون لمهرجان العسل ويشترون الأعسال اللي هم يحتاجونها. مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى مشروع مجمع رأس لفان للبتروكيماويات بمدينة رأس لفان الصناعية، الذي يعتبر واحداً من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنوياً. يا خالد. نعم سلطان، الحديث عن الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع الجديد، يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي دكتور عبد الله الخاطر. مرحبا وسهلا فيك ابو فهد. يا مرحبا ومساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. سعيدين نكون معاكم
يا مرحبا فيكم الجمهور العزيز. يا مرحبا بك ابو فهد. في البدايه اليوم وضع حجر الاساس لمجمع راس لفان للبتروكيماويات، حدثنا عن هذه الخطوه واهميتها للدوله. اول شيء الحمد لله حقيقه ومبروك علينا الجميع، لان هاي مناسبه مهمه الحقيقه ومناسبه جات في وقتها. اصلا حجر الاساس هذا سبق كثير من العمل ومن الجهود الكبيره. نعم. ومن الشراكات ومن سمعه قطر اللي مكنت ايضا نوصل لهذا المستوى، لانه قطر معروفه على المستوى الدولي والعالمي، والشركاء مثل شيفرون في الحاله هذه، ايضا فيليبس ودورها ايضا عندهم التقنيه ولهم باع كبيره في هذا الجانب. والجديد في المشروع هذا اصلا هو يمشي مع توسعه الغاز طبعا. نعم. فالفائض من الغاز او جزء من الغاز راح يسخر للمشروع هذا، من اكبر المشاريع الحقيقه في المنطقه، وخاصه انه مشروع متكامل، يعني في نفس المجمع كل العمليات تتم، من الغاز الى الايثيلين الى ايضا البولي ايثيلين وبقيه المنتجات اللي هي اساس كل شيء الحقيقة بالنسبة لحياتنا العصرية اليوم، البلاستيكس وما البلاستيكس من الأدوات الطبية إلى كل شيء اليوم نشوفه، يعني من ناتج من الإيثيلين والبولي إيثيلين اللي هو الأفضل بالنسبة للأداء. الجيد في المشروع هذا أنه يأخذ طبعا الأمور، خفض التلوث، خفض أيضا الضرر بالبيئة، خفض التكاليف بشكل عام، وتحسين الجودة، لأنه هو المشروع يمكن اللي يجي بعد حوالي 12 سنة. نعم. فكل التطورات التقنية تم يعني أيضا الاستفادة منها في هذا المشروع. نعم. هذا المشروع طبعا مهم بالنسبة لقطر، يا أما في جانب تنويع المداخيل بشكل عام. نعم. توسعة أيضا بالنسبة لنا الإنتاج، يا أما أن احنا ننتج غاز ونبيع غاز يعني لقيم للمنتجات في بلدان أخرى أو للطاقة أو للاستفادة، أو أن احنا طبعا حول خاصة بالنسبة للقيمة المضافة، وهذا أساسي ومهم. وكل ما تحدثنا احنا عن تنويع الاقتصاد بشكل عام، الأهم أيضا ان احنا نبدا ايضا نستفيد من المواد الاوليه اللي عندنا والمواد الخام، ونحولها الى ايضا مواد ذات قيمه مضافه، مثل طبعا البلاستيك. اليوم البلاستيك في كل شيء، لذلك اذا تراجع الطلب مثل المتوقع، يعني والله في تقنيات حديثه وفي طاقات بديله والكلام هذا مثلا، احنا نقدر ايش، وفي حال تراجع قادرين نستخدم ايضا هذا الغاز في انتاج ايضا كل ما هو في صالح. يعني احنا اذا اليوم نتكلم عن الايثيلين والبوليايثيلين والاستفاده منه، عندنا ايضا الاسمده الكيماويه، وهذا ايضا بالنسبه لنا مهم وللعالم مهم، على اساس انه الزراعه والمردود من الزراعه. لذلك صحيح في مخاوف بالنسبه ل انه والله يوم من الايام ممكن الطاقات البديله تحل بدل طبعا الطاقه الهيدروكربونيه، لكن في نفس الوقت انت قادر تحولها الى صناعات تحويليه اخرى. اذا يعني المستقبل مهما كان احنا قادرين نتعامل معاه. نعم. نعم. مثل هذا المشروع الكبير طبعا، والزين ايضا في المشروع هذا انه تحت قطر للطاقه. نعم. مش تحت مثلا البتروكيميكال، شركات البتروكيماويات الموجوده. اذا نعم. في تنويع وفي دخول لقطر للطاقة، وفي مشروع أيضا ما يسمى بالجولدن تريانجل اللي هو أيضا نفس الشراكة ما بين قطر للطاقة وشيفرون فيليبس في الولايات المتحدة، وهذاك أيضا 8.5 مليار، ولذلك هذا تنويع وأيضا تمكين لقطر للطاقة، ومستقبلا ممكن تكون هذه شركة أيضا يتم تحويلها للبورصة، ولذلك دعم البورصة ودعم أيضا الاقتصاد، الحركة الاقتصادية. هذا مهم أيضا، لأن اليوم إحنا بدينا يعني كنا نتحدث أنه 2023 ما بعد كأس العالم والهدوء اللي جاء، لكن قلنا الآن في رجعة للأساسيات في الاقتصاد، منها المشروع اللي هذا المشروع بكرة بيحتاج لكل الشركات داخل البلد أنها تشارك. أول شيء في المشروع نوع المشاركة أبو فهد،
كيف تستفيد الشركات الخاصة؟ الإنشاء، المواد البناء، طبعا النقل، ما النقل، كل هذا. اثنين، الموظفين اللي بيجون كلهم يحتاجون سكن. نعم. السكن بيحتاجون خدمات أيضا، خدمات أكل، مطاعم. لذلك المردود على الاقتصاد متكامل الحقيقة. يعني احنا نشوف المشروع مشروع كبير، لكن اللحظة اللي بيبدأ يشتغل لازم يبدون يرسون. بسطة أبو فهد للمشاهد، احنا الحين ننتج غاز. نعم. من مشتقات الغاز احنا قاعدين نستفيد. نعم. شنو الأشياء الجديدة اللي قاعدين ننتجها الآن من مشتقات الغاز؟ بكل بساطة نوضحها للمشاهد، وزيد من إنتاج وتنويع المصادر الدخل لدولة قطر. والله شوف، بالنسبة لنا في قطر، في مثل ما قلنا عندنا كل، يعني عندنا البتروكيميكلز بشكل عام اللي هي، وهذا المشروع أساسي خاصة بالنسبة لكل شيء ممكن ينتج من البولي إيثيلين اللي هي الحبيبات اللي تحول، وبعدين من الصناعات التحويلية. يعني احنا بإمكاننا بكرة ان يكون عندنا المواد هذه موجودة، وبإمكاننا إقامة صناعات عليها اصلا. نعم. اي شيء ابغي، يعني البولي إيثيلين مثلا اساس للبلاستيك، البولي إيثيلين اساس لل، مثل ما ذكرت الله يعزك، مثلا الاسمدة، الاسمدة، البلاستيك. عندك انت اليوم يعني عندك من حاجاتك الطبية، يعني من الأبر الى الطاولات والكراسي، الطاولات الكراسي، حتى الاكياس، كل شيء الحقيقه في نهايه المطاف يرجع للبتروكيميكلز. نعم. ومنها في الاساس طبعا الايثيلين اللي هو يعني يتطور منه البولي ايثيلين ومواد اخرى حسب. وبعدين يعني حتى عندك مستقبلا مثلا الآن الاتجاه أيضا إلى تغليف البولي إيثيلين بالكبريت، وإحنا أيضا ننتج الكبريت، ولذلك أيضا يفتح لك باب آخر من صناعات. ليش استخدمه هذا أبو فهد؟ هذا نفس الاستخدامات، ولكن أفضل جودته، أفضل وعالية جدا، خاصة بالنسبة للبيئة، أيضا بالنسبة للاستخدامات، لخفض التكاليف، وخفض أيضا اي افرازات من الصناعه تضر بالبيئه او تضر بالناس. لذلك يعتبر يعني بامكانك انت تستمر، وفي صناعات معينه تحتاج لمثل هذا كلقيم اولي بالنسبه للصناعات. ولذلك جدا مهم، جدا مهم لنا اقتصاديا، جدا مهم بالنسبه للاقتصاد العالمي، لانه في طلب كبير. اللي ميزنا في قطر طبعا عندنا الغاز اللي هو الغاز الطبيعي الأدنى تكلفة والأفضل بالنسبة لنسب الحموضة في الغاز، ولذلك أسهل للتصنيع، أريح للتصنيع. وعندنا أيضا احنا عندنا اليوم أفضل شركة على المستوى الدولي والعالمي. نعم. اللي عندهم الأسواق، عندهم رأس المال، عندهم التقنية، عندهم الأسواق، عندهم أيضا القدرة على المناولة. نعم. كلها من والتطوير، ولذلك بيستفيد عندك من المينا إلى شركات النقل. نعم. إلى أيضا. نعم. ممكن أيضا هذا يكون له أثر في مثلا ملاحة، وشركات النقل هذه تستفيد أيضا في نقل المواد هذه للأسواق. نعم. لذلك يعني مدى التداعيات الإيجابية راجع لنا. نعم. يعني هل إحنا بنكون أيضا مبادرين وبناخذ مبادرة وبنبني وبنعمل استراتيجية على أساس الاستفادة إما في الصناعات التحويلية أو في النقل أو في أي جانب الجو، سنأخذ حصة من هذا الموضوع. يعني إيه؟ يعني إحنا أوريدي مستفيدين، المستفيد الأكبر تقريبا، لكن ما زال في يعني مساحات لقطاع الأعمال، لكن تحتاج إنه يعني الجهة المسؤولة توفر الجسر لقطاع الأعمال لبناء شركات للدخول في هذا. نعم. نعم أبو فهد، ما شاء الله، يعني قطر بلادنا الحبيبة مصدر موثوق للعالم. صحيح. بأن الكواليتي أو جودة المنتج الغاز عندنا عالية، مما يعني يكون البجت أو ميزانية المصنع تقل من ناحية المنتنانس، الصيانة، وأن صحيح. الغاز القطري نظيف، يعني يساعد على عمر زيادة للمنتجات. صحيح. إنزين، إحنا كقطر هل ترى أن استثماراتنا في هذا القطاع بالذات وبهالجودة اللي نقدمها، يعني ممكن أن العالم يعتمد أكثر وأكثر على قطر بسبب
جودة المنتج؟ بداية طبعا سمعة قطر ومكانة قطر، يعني اللي احنا مثلا جهودنا في الجانب الدبلوماسي وجانب الوساطات، نعم، يدعم سمعتنا ويدعم صورتنا امام العالم، نعم. فلما انت يكون عندك صناعة مثلا صناعة الغاز، نعم، وثقة العالم فيك كمورد للغاز، نعم، خاصة إذا تذكرون يعني الحصار، نعم، وأن قطر التزمت بالعقود وهذا، ولذلك ثقة العالم ازدادت ورأينا إقبال أكبر على قطر، نعم، بسبب السمعة والثقة، نعم. اليوم أيضا مكانة قطر على المستوى العالم في أي حراك الصراحة، نعم، راح يعتمد على هذه الثقة والسمعة والصورة أمام العالم، نعم. إذا حتى لما تيجي أنت اليوم تبغى تعمل مشروع مثل هذا، الشركاء متواجدين جاهزين جاهزين وما عندهم أريحية أنا في قطر، إيه؟ ما عندهم أسئلة لأنه في ثقة. إذا نعم، رأس مالك الحقيقي في قطاع الأعمال ولا رأس مالك كدولة اليوم؟ ها، الثقة. رأس مالك كبنك، الثقة. ما دام إن ثقة العالم اليوم فيك كمورد بالنسبة للغاز، بالنسبة للبتروكيماويات، احنا يعني احدى الرحلات للصين كانوا يطلبون المنتج القطري بالطلب بالاسم، لان لهم ثقه، لهم ثقه في المنتج القطري بالجوده العاليه، يعني صراحه نشكرهم، هم يحطون الجوده العاليه هذه اللي تخلي هم. اذكروا في بعض البيانات والتصاريح اللي قالوا الغاز القطري صيانه الماكينه او المعدات عندنا اقل من اي غاز ثاني بسبب جودته العاليه، ومما يوفر علينا الميزانيه العامه للمصنع. صحيح، لان الحموضه زي ما قلنا في، والكبريت اقل نسبته الغاز بالنسبه لنا وارخص لنا للانتاج، ولذلك يعني ما حد يقدر ينافسنا احنا في هذا الجانب واحد، نعم. لكن ايضا ما حد يقدر ينافسنا في الغاز المسال، نعم، وايصاله، وبعدين كل القدرات والامكانيات هذه تتم توظيفها، وخاصه مع الشركاء الصراحه اللي عندهم التقنيات وعندهم ايضا العلاقات. ابو فهد اذا بيسمح لي بس خالد، يعني احنا لاحظنا الفترة الماضية هناك أزمة غاز في أوروبا، صحيح، وجاءوا بعض الدول طلبوا توقيع لمدة سنة أو سنتين، فكان الرد يعني أن إحنا عقودنا طويلة جدا. الصين جت وقعت 27 سنة الصين، صحيح، تونا موقعين مع الهند 15 سنة، صحيح. اليابان بعد أيضا كذلك وقعوا الألمان، عقب ما وقعوا الصينيين وقعوا الألمان اللي كانوا متمنعين بالبداية قالوا لا، فكان الرد أنه 15 سنة أيضا جو ووقعوا للأمانة، إيه؟ وقعوا الألمان 15 سنة، ذلك وبعدها خلاص القطرية، إيه؟ وبالشروط القطرية، نعم، يعني صراحة هاي قوة قطر الدبلوماسية العالمية وقوتها في الاقتصاد، في اقتصاد عالم الغاز يثبت مكانتها. ايضا اليابان كم قلنا 10 سنوات جاءوا ايضا ورد وقع مره ثانيه، هذه شراكات معهم شركات. اليابان وكوريا هذه الابواب مفتوحه، نعم، خاصه مثل ما قلنا الثقه، يعني مستوى الثقه ثقه عمياء عندهم في قطر، ما عاد في تساؤلات. يعني اذا انت مثلا في لحظات الازمات انت ملتزم بالعقود اللي هو لحظات الازمات اللي تعطيك الحق الشرعي اصلا، صح، ان انت تفك العقود، انت التزم، يبقى في الاوقات الاخرى ايش؟ انت بتلتزم، صحيح. إذن الثقة، لذلك رأينا الثقة أيضا تبنى في على كل مرحلة من المراحل، يعني أنت تبني صورة متكاملة أمام العالم، مثل ما قلنا في الجانب السياسي، في الجانب الطاقة، في جانب الشركات الحين بالنسبة للبتروكيميكلز، وهذا الجانب الأسواق تبحث عن هذا، لذلك هذا المستوى من الثقة أساسي. ورأيناه أيضا في جانب آخر مهم أيضا، وهو خفض التكلفة خاصة بالنسبة يعني، وهذا أهم شيء رأينا تحسين الجدارة الائتمانية من وكالات، وهذا مهم جدا، رأيتوا يمكن أنتوا لما نزلت وكالات الائتمان جدارة الكيان وإيش صارت مصيبة عندهم، نعم. ها، إحنا قطر خاصة في المراحل هذه وما بعد، يعني المرحلة اللي مثلا كأس العالم واستحقاقات كأس العالم ومفروض صرفنا الفلوس، يعني فكان المفروض يكون في مخاوف، وكالات الائتمان رفعت الجدارة الائتمانية، وهذا رخص على الشركين اللي هو قطر للطاقة وأيضا شيفرون، لأنهم دخلوا السوق أخذوا 4.4 مليار دولار عشان المشروع، نعم. ولذلك يأخذون بتكاليف أقل من الآخرين بسبب الثقة وبسبب المكان وبسبب أيضا السمعة بالنسبة لقطر. لذلك
العملية متكاملة من كل ناحية، الشريك واثق فيك، السوق واثق فيك، الجانب التمويلي واثق فيك، إذا قادر تقوم بأي مشروع أنت اليوم تطلع له، ومشروع مثل هذا كبير طبعا تداعياته كبيرة على الاقتصاد إذا كان هذا، وإذا كان أيضا التوسعة اللي بدينا نسمع أيضا فيها أخبار جيدة خاصة بالنسبة للناقلات ومختلف الشركات ورأينا أيضا شو اسمه. إذن إحنا في المرحلة هذه اللي الحقيقة بدينا نشوف فيها المشاريع وبدأت المشاريع تتحقق، إحنا كنا نتكلم إن هاي المشاريع جاية الآن بدأت تتحقق على أرض الواقع، ولذلك بنشوف آثارها وشفنا آثارها الحقيقة في كثير من النواحي منها البورصة والتداول وهذا إن شاء الله يعني خلال الأشهر القادمة أيضا والسنوات القادمة إن شاء الله أيضا تبين أكثر ويكون أثرها واضح بالنسبة لنا كلنا. نعم عبد الله، دكتور عبد الله الخاطر، شكرا شكرا جزيلا لك. شكرا مشاهدي الكرام، مجموعة من القرارات والقوانين ناقشها مجلس الشورى أثناء جلسته الأسبوعية العادية، نتابع أبرزها في التقرير التالي. عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وبعد مناقشته أقر المجلس مشروع القانون المذكور. كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن التعامل في المنتجات المنظمة والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. واستعرض المجلس عدداً من تقارير مشاركات وفوده في عدد من الفعاليات البرلمانية والتي تطرقت إلى الجهود البرلمانية الرامية إلى تعزيز التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في جمعية البرلمانية الآسيوية، وإلى الحد من خطاب الكراهية ومنع ازدراء الأديان. وفي ختام الجلسة أشار سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى إلى الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس قاسم جومارت توكياف رئيس جمهورية كازاخستان إلى مجلس الشورى في إطار زيارته للبلاد، مبينا أن اللقاء مع فخامة الرئيس تطرق للعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها. مشاهدينا الكرام، نظمت الوكالة الوطنية للأمن السبراني مؤتمر الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، نتابع التفاصيل. نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مؤتمر الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وبحضور عدد من كبار الشخصيات. وقامت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني خلال المؤتمر بإطلاق المبادئ التوجيهية للتطبيق الآمن للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى التقليل من الآثار السلبية التي من المحتمل أن يحدثها الذكاء الاصطناعي. يهدف المؤتمر اليوم إلى توعية المستخدمين والمؤسسات بالاستخدام الآمن لتقنية الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع الثورة الأخيرة اللي حصلت حول التكنولوجيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي وبالأخص الذكاء الاصطناعي التوليدي. راح يتضمن المؤتمر إن شاء الله إطلاق المبادئ التوجيهية، وبعدها راح يتم عرض المبادئ التوجيهية وأهم ما تضمنت المبادئ، ومن ثم إن شاء الله راح يكون في مشاركات من الخارج حول أهمية الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي. ومن بعد ذلك راح يكون في 3 جلسات نقاشية، الجلسة الأولى راح تتكلم عن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بينما الجلسة الثانية راح تتكلم أكثر عن تهديدات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، ومن ثم راح نختم بجلسة أخيرة راح تتكلم عن الفرص وكيفية حل الذكاء الاصطناعي لمشاكل الأمن السيبراني. وقدمت الوكالة خلال المؤتمر 3 جلسات نقاشية بمشاركة عدد من الخبراء في هذا المجال من عدة جهات مؤسسية وبحثية. تناولت الجلسات 3 مواضيع متفرقة تركزت حول حوكمة الذكاء الاصطناعي ومنافعها، والتي تتمثل في ضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التكنولوجيا. وهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا اليوم، الوعد معاكم غدا بإذن الله، تمسون على خير.